موجودة فيها لأول مرة كتبت في هرم ونيس. اتنين، ما ذكر من مجموعة من الموضوعات اللي كانت في مقبرة كبير كهنة الإله سنب، كبير كهنة الإله وكبير كهنة خدمة الملك خوفو المدعو سنب وزوجته اللي احنا بنشرح المجموعة التماثيل بتاعته. وبنعرف منه ان الأقزام عندي نوعين، القزم المصري وهو القزم اللي عنده مشاكل في الغدد و اللي بتؤدي ان انا ممكن اكون شخص اقصر من اخويا واخويا طويل، ده بيبقى اختلال صباع كده. استاذ احمد كل اللي بيجي تبعنا ولا في حد جه؟ لا معلش البطاقه. لا وعاكي بيقول لك تبعنا. بصمه، انا بصمه. هو ده اللي قالني. طيب الموضوع الثاني مهم جدا اللي انا بلاقي. الموضوع الثاني اللي انا بلاقي فيه ان انا عندي القزم الطبيعي. ومين اول واحد كلمني على القزم الطبيعي اللي هو ربنا خلقه طوله عادي؟ الخوف في قبة الهوى في أسوان لما حكى لي المعلم الملك بيبي الثاني. أنا لقيت لك قزم، والقزم ده أنا لقيت لك قزم والقزم ده جبته. قال له إيه؟ نيمهولي في النص المركب وتنيم لي الناس يمين وشمال وخمسة يمين وخمسة شمال عشان لو اتقلب ما يقعش من على المركب، ولو وقع هطير رقبتك ولو جيت سليم هتاخد وهتاخد. هنا في المرحلة المتأخرة ما كانش عندي ما يمنع إن القزم ده يمثل على اللوحة بتاعتي. ليه؟ لأن القزم كان، وهوريكم لوحات إزاي حصل التأثير المصري على لوحات مروي، الحضارة المروية في العصر الروماني، هلاقي فيها إنه متصور عندي بعض الأقزام بياخدوها كتميمة وحلية جنازية. بلاقي عندي القزم بقى بيظهر عندي في نصوص الأهرام بإيه؟ إذا دعتك الحراس، إذا دعاك الحراس الذين يقفون أمام باب الإله الأعظم وسألوه إلى أين أنت ذاهب؟ فقل اعلموا أن القزم داخل إلى الإله العظيم لأرقص أمامه. هو هنا مجرد دانشر أو راقص بيرقص قدام الإله، عليك أن أنت تدخل أمام الإله فبتفتح الباب من خلال كونك قزم. وده اللي بدأ بعد كده عندي من نهاية الدولة القديمة وبداية الدولة الأخرى يظهر عندي فيه عرف إلهي. انت مين؟ الأقزام بهذا الشكل. بلاقي عندي وراك حاجة مهمة بتقف انت عندها كتير، تابوت بيتوزيرس. بيتوزيرس مرحلتين، مرحلة مصري ومرحلة يوناني. المعبرة بتاعتك مسكونة الجبل، المعبرة تابوت بيتوزيرس فيها الجزء المصري ومجموعة متأثرة بالجزء الحلو. هو التمثال، التمثال ده جالي من الكرنك، التمثال ده من الكرنك، التمثال ده لو انت حضرتك اشتغلت على الراس بس يبقى انت بتتكلم يوناني صرف. التمثال ده لو انت بتتكلم على الجسم دي الشنديد من الجزء السفلي بتتكلم مصري قطر. هنا ده ملامح النص الثاني، حضرتك مع المشيرين، ملامح النص الثاني من عصر أسرة البطل. ملامح النص الثاني يعني من امتى؟ من بطليموس 35. طيب نيجي بقى نشوف لو انا هشتغل دلوقتي يا استاذ شريف، شريف استاذ شريف، استاذ شريف، لو انا هشتغل دلوقتي انا عاوز اقرخ، انا قلت تمثال بطلمي كفاني، طب انا جيت وما اعرفش ومش واحد بعمل ايه؟ بص حضرتك تعالى نشتغل مع بعض، ايه رايك في الامن في الفن؟ الفن الصغير اللي يهم بالتقبيل، دايما نقول كانه هيطلع سنه لقدام، الفم مش مسحوب. دي واحد، اتنين يا زين اسكت. بص للانف، الانف هنا هتلاقيها الانف المسحوبه، الانف المسحوبه هنا الانف سنه ممكن تكون عريضه لسبب بسيط قوي وهو ان الحجر طبيعته بجرانيت. اتنين، ان انا بتكلم على مرحله في النص الثاني من قصه البطل، يعني بتكلم فيه حوالي 100 قبل الميلاد لغايه 85 قبل الميلاد، يعني بتكلم في مرحله متعدده. الحاجه الثالثه، ايه رايكم في جبهته؟ الجبهه الناعمه المسحوبه. انا عندي ثلاث حاجات اساسيه هشتغل بقولهم بدايتها عشان اقرخ بيه. واحد، الفم كده. اتنين، الانف مسحوبه. ثلاثه، الجبهه هنا ناعمه مش عريضه، الجبهه الناعمه مش الجبهه العريضه. دول ثلاث حاجات. هنا بلاقي الشنديد، بلاقي عندي حاجه ثانيه قلما كانت تظهر في الفن المصري، انه على الرغم من ضخامه الحجر الا انه بيصور منطقه السره داخل الداخل. في الفن المصري كان دايما السره بتبقى حاجه على الوش زي ما بنقول، مش جزء داخل او جزء كانها معموله كانها منحوته للداخل، دي ظهرت اكثر في الفن البطلمي او الفن اليوناني. وهنا بقى هل هنتفق ان احنا نسميه بتولمايك رومان ارت ان ايجيبت؟ ده بفضل اسميه كده، الفن البطلمي الروماني مش اليوناني الروماني، لان اليوناني بره مصر، بره مصر خد سمات ثانيه مصر ما خدتهاش.
خدنا حاجات وخصصناها وبقت دي هي البتولومايك لينا. لما جم الرومان مصر بقت ولايه بس احنا تابعين للفن الروماني العام تمشينا. اظهار منطقه الركبه عند المصري لما بشوف في الفن بتاعي بلاقي ان في الركبه بيعمل لي زي رباط الصليبي بيعمل لي زي المثلث المقلوب هنا بيظهر لي الجزئين الجانبيين في الفن دي ما بتظهرش عندي كتير في الفن المصري. السمات كلها السمات التشريحيه للاجزاء الهامه دي قلما كان يقف عندها المصري في تمثيل الفن. يبقى السمات الاساسيه اظهار الانفم الصغير اظهار الانف المسحوب الجبهه المسحوبه الناعمه مع اظهار السمات التشريحيه لكل عنصر بكل تفاصيل. دي اول سمه هناخدها مع بعض قبل ما نتحرك من اي مكان. ليه يا رجاء نقف ونقول السؤال هنا نخلص الجزء عشان مش هنرجع له تاني. استاذ محمد سبع قدم سبع قدم اصابع القدم هنا لا ده طبيعي مع المصري القديم ما فيهوش اي مشكله. كان في فرق ما بين الفورم بتاع لا تعالى شوف عند تحط سكين هتلاقي نفس الشكل بنفس المدى اصابع القدم هنا والاستطاله بتاعتها رجعت. خلي بالك بيحكمني احيانا محمد كمان وده شيء مهم الحجر الحجر هو اللي مش عارف. تيجي بقى نطبق الكلام ده على سكيل واسع النص الثاني من نص البطن ما لقيناش عن البطن. ليه مقصود بعين لان المنح المصري هو الجزء الاصغر هنا. الاستاذ سعاد سال سؤال حلو قال لي انت قلت النص الثاني مين؟ انا ما عنديش الالف عليه. طب ليه قلت النص الثاني؟ بعد الحرب السوريه الرابعه اللي هي معركه رفح اصبح المصريين حسب شرط البطيخ اصبح المصريين اكثر قوه من البطل من البطل فاصبح الفن او التاثير بتاعنا هو التاثير الاكثر قوه عليهم من اي تاثير اخر. تمام؟ طيب تيجي نشتغل هنا. هنا تمثال يعتقد انه للامبراطور جاليريوس اللي حكم 222 ميلادي. احد الاباطرة ارضا. هنا التمثال بيمثل عن حد هنا اولا يا جلال الفم تقبل لكن تكله ماشي. بلاقي هنا الانف على الرغم من صغر حجم التمثال الانف لف بلاقي الجبهه بقت عريضه وظهرت التجاعيد. ادي ثلاث حاجات نعم والله العظيم ده على الوش بس. الرابعه الحاجه الرابعه وده الاهم الفم لما شرحنا البطلمي قلنا الفم صغير. هنا الفم مع الحجر مع الحجر ابتدى يكبر سنه ويظهر اللغتين او المرزتين دول يظهر الترفيه الانف كبروا. اهم شيء عندي هشتغل عليه غير الانف الجبهه. شايفين الجبهه عامله ازاي؟ الجبهه اللي فيها التضليعه التضليعه اللي في الجبهه دي التضليعه اللي في الجبهه دي مع عرضها يبقى انا دخلت في العصر الروماني. يبقى الروماني هلاقي الانف بدات تاخد شكل اقوى خربه بلاقي الانف خدت الشكل الغير مستوي اللي هو الناعم اللي انا بشتغل عليه. اثنين ان انا بشتغل على جبهه مش ناعمه جبهه مضلعه او جبهه عريضه واحيانا حتى لو مش مضلعه بلاقي الجبهه من هنا فيها بروز. بلاقي كمان الوجنتين بعيد لكن اهم من ده كله خليني اقول روماني وانا مغمض وجود اللحيه. اللحيه لم تظهر في فن ملوك البطالمه في النحت. انا اول ما الاقي اللحيه انا بشتغل روماني وانا مغمض. باجي مثلا الاقي هنا لو حبيت اعرض عاكب اروح ده كده لا العين اللوزه هنا دايما تقسيمه العين على ثلاث اجزاء ده سمه للفن القرن الثالث من العصر الروماني ودي مش سمه فنيه قد ما سمه مرحله كانت تعتمد على يقظه الحكام. ليه؟ انت بتتكلم 222 222 يعني بعد عهد الامبراطور كاراكالا اللي بدا الاتروسكيين والقوط يتحركوا على حدود روما ويحاولوا يسيطروا على البلاد. من هنا دخلت روما في الحرب بتاعتها اللي استمرت من 220 الى 269 ميلادي. هنا لو حبيت ان انا استاذن حضرتك انا اخواني ايه؟ اللي عايزها روماني يرفع ايده. اللي شايفها روماني يرفع ايده. انا هنا في ايده حضرتك قلت روماني اسمك كريم
خدها لك، تعالي قولي لي ليه. لا ما بص، احنا من دلوقتي اللي هنقول انتوا كل اللي ما رفعش ايده ده متفق ان هي مش روماني يوناني، هيقولوا لي ليه. دكتور استاذ هاني، ما هنا في فرق ما بين اللي احنا قلنا عليه دلوقتي روماني وبين اليوناني اللي احنا شفناه، البروز بتاع الفم. طيب وهاد الفم والدقن نفسها دايره. لا الدقن هنا بص، الدقن دي كده دي يوناني تمام. اه تمام. ايه الروماني اللي انت شايفه؟ الجبهه. الروماني جبهه الجبهه. العين، العين ما فيهاش اي مشكله، العين سهله. واحنا والعين مش وسيله تاريخ قوي عندي مش اقدر اقرب بيها. انا بشتغل دايما على دي ودي ودي، الثلاثه دول هم اللي بيشغلوا. استاذه هاله قلت له روماني. لا الشعر هنا ده نوع من الباروكات او نوع من الادوات اللي كانت بترتديها الاله ايزيس. ايزيس بلوجيوم، ايزيس بلوجيوم اللي هي ايزيس ربه السواحل اليونانيه، ايزيس ديلوس وايزيس رودس. ايزيس كانت سيده المنطقه دي كلها، الملكات البطلميات. وفي الغالب دي احدى الملكات البطلميات اللي هي قد تكون برينيكي الثانيه، وهي ممثله بالملامح واخده قرون الخير اللي كانت بتاخدها ايزيس كالهه حاميه للخيرات. الاهم من ده اللي هي لابساه هنا، هلاقي الرداء الشال. اسمه ايه الشال ده؟ الهيماتيون. ايه الفرق بين الخيتون والهيماتيون؟ بالظبط، الخيتون حاجه نسميها زي السلبات. شفتوا نفرت؟ خلينا نشوف نفرت. نفرت مش لابسه حاجه ظاهر كتفين وفوقيها حاجه بيضه مغطيه والكتفين باينين. لو انا هشتغل يوناني يبقى اللي لفه بيجي اسمها ده الهيماتيون اللي بيغطي. الخيتون هو الجزء السفلي. وحتى ان الهيماتيون احيانا كان ممكن يلبسوه رجال، زي الفيلم بتاع نجيب الريحاني سلامه في خير، اللي هو الرداء اللي كان بيلبسه وله زي الشابوه كده يغطي بيه راسه، ده اسمه هيماتيون. وكان احيانا الرداء ده لما يلف كمان ممكن بعض الرجال يلبسوه، بالذات الجنود يلبسوه كانه جزء الشرط العسكري اللي هو اللي بيلف، زي اللي لابسه انوبيس في الكاتاكومب. ده يسموه ايه اللي ده اسمه الكلاميدوس. وعلشان كده في واحد فرنساوي عمل سايح فرنساوي كان دارس عن الازياء، فجه زار اسكندريه ولقى كورنيش اسكندريه باللفه بتاعته من عند العطارين لغايه ابو قير لقى لافت، فعمل مقاله حلوه قوي قال الكسندريه كلاميد اسكندريه الكلاميدوس، لانه قال ان شكل كورنيش اسكندريه نفس الجيب او الشورت اللي كان لابسه الجنود الروماني. اذا انا هنا بتكلم يا استاذه هاله على ملامح بطلمي، يعني بتكلم بسرعه شويه انا اسف، لو حد ما لحقش في الاخر ممكن اقعد خمس دقائق اقول له لا. هنا ملامح بطلميه صريحه. طيب هنا الرخيص خلاص خلاص، احنا كده بدات اتعامل وانا بالحيط جنب الشعر. الجبهه بص عامله ازاي؟ الجبهه بص تعالى يا استاذ شريف. شريف فين؟ سابني ومشي، سابني ومشي، سابني ومشي، سابني. هو بس مش فارق في التنس ويخسر ويجي. بص انا سامعك، ركز ده اكل عيشك يا حكم. بصوا هنا كده نشتغل على الاثنين دول لو سمحتوا. بص الجبهه والجبهه روماني، بص الانف على الرغم من ان انا بشتغل من المرمى او من الرخام اسف. بص الفم قد ايه يا استاذ احمد؟ بص الفم، يعني انا بص هاخد نفس حركه ايدي وركبها. بص وصلت لغايه فين؟ شفت انا عملت ايه؟ معلش يا استاذ وايد ان انا بلمس الاصل. بلاقي دي على الجنب مع نفس الرداء واحده ست. ده تمثيل لواحده ست، تعرفوني كده يوناني. ده بقى هقول لك حاجه، نهايه العصر البطلمي في مصر، لانه حصل اختلاف واحد. ده نهايه العصر البطلمي. اولا لاول مره الاقي مكان حرم الحلب في نخله كده ظاهر عندي قوي. الحاجه الثانيه بص هنا، شوف دي عامله ازاي، شوف دي عامله ازاي. ده اللي الاستاذ شريف اتكلمنا عليه، بس بص دي هنا عريضه، دي يوناني بس في المرحله المتاخره. اللي انا عايز اوصل له ايه في اللي انا بشرحه؟ هنا نهايه العصر البطلمي. طب ليه انا بقول نهايه وبدايه وبقرب؟ لان انا عاوز نفهم حاجه وانتوا ادرى مني كلكم بيها، ان الفنان ما بيصحاش الصبح بسم الله الرحمن الرحيم النهارده هنشتغل يوناني، يجي بكره الصبح بسم الله الرحمن الرحيم النهارده هنشتغل روماني. يعني حتى اخناتون لما بنيجي نشرحه وبعض الناس يقول اصل الفنان بتاع اخناتون عنده خمسه اللي من قعده حطه صلابه او من حطه ثلاثه في قاعه الدوله الحديثه اتعمل بالامتلاء بالجزء السفلي، فالفنان ما صحيش من النوم يعمل لي فن، الفنان بيتدرج. بيتدرج وبيبدا مرحله، فبيبدا مرحله اتاثر بيها وابتدت الانف، شايف الانف هنا؟ طولت الانف، بس الانف اليوناني على فكره دايما بتبقى مسحوبه لتحت، لكن ما نساليش انه يعمل لي البق الصغير مع الجبهه الناعمه مع اللغد او المنطقه بتاعت الدقن القريبه من الفم. تمام؟ هنا الرخول ده
نهايه البطاله، نهايه البطاله احد الشباب. بص هنا الالف عامل ازاي، بص الجبل، الجبل هنا يمكن مش ظاهره لانه واخد احد ابديه الشعر الاساسيه اللي كانت شايعه مع اللحيه بتاعتها. بلاقي عندي التماثيل اللي ورا حضراتكم بقى عرفوني. ها روماني على طول. ها حلت المشكله. بص دي ممنوع الدقن حلت والله. الدقن حلت المشكله قبل اي حاجه. انت هتقرفه ليه؟ روماني على طول. بص هنا الانف فين؟ بص الانف هنا، الانف كسر الانف، بص عامل لي ايه هنا؟ ده هو ده. مش هتفضل بس. معلش يا واد. قول على الحسن حسن. انا هتصل. انت عايز تنام كشله؟ لا عشان اوري هنا حاجه مهمه. بصوا هنا دي لما دخلت لجوه اظهرت لي دول، فاهمين؟ البطلمي دي كانت على مستوى واحد فكانت ظاهره دي نعمه، دي لما نزلت لجوه اظهرت لي. انت عارف زي ما تكون عملت ايه؟ زي ما تكون خبطت حد هنا دول برضه بالظبط كده، فظهر العصر الرومي. التمثال العاري ده مين؟ العاري عندي هنا انا هقول دي اسمها تماثيل الكوراي، تماثيل الكوراي الكوراي. لكن هذا التمثال هو تمثال لهرقل، هرقل. وعلى فكره هرقل ده له اصول مصريه عندي، هرقل ده له عندي انا اصول مصريه. طب ليه قلت الكوراي وهرقل؟ اولا الكوراي ايه هم؟ الكوراي هي تمثيل، الكوراي تعني تماثيل الشباب وكانت شائعه الابولو قدام. طب ليه قلت عليها الكوراي استاذتي العزيزه؟ لان لاول مره في الفن الاقي منطقه الاوض بتتصور كامله. الفنان لما بعمل تمثال عادي في الفن المصري حتى بنزل، لو شفتوا تمثال حور اللي هو من الخشب، يمكن الخشب خامه مش هتسال، بس نازل مش مجسم لي المنطقه دي. لكن تماثيل الكوراي او الشباب اظهر فيها كل التفاصيل بما فيها اهم شيء منطقه الحور. طب ليه قلت هرقل؟ لان ممثل جنبه الاسير بتاعه والسلاح بتاعه اللي بيستعمله، اللي بيستعمله الهرقل كواحد من الابطال الاسطوريين. ورا حضراتكم موجود تمثال لهيئه انثويه. شوفوا بقى الست دي ست لطيفه جدا، كانت ابنه لزيد وخرجت من القوقعه او من الصدفه، وخرجت رمز. اللي بيخرج من القوقعه او الصدفه هو شخص مطهر ولا شخص مش مطهر؟ لما بتنزل تاخد في الحمام كده او في البسين او في البحر وتطلع انت طالع راجل نظافه متكامله. اذا هي بتخرج ومرتديه عبائتها كامله في العصر الارخي، لان انا لو عايز اقسم العصور اليونانيه في العصور اللي بيسموها البلايند بيريوز اللي هي العصور المظلمه او العصور العمياء اللي ما نعرفش عنها حاجه، اللي ربما مصر كانت بتتاجر مع ناس قاعدين على البحر ما لهمش بلد، اللي انا قلت عليها الدوله الحديثه وربما المرحله اللي قبلها. انا عندي اكثر من 480 تاثير مصري ظهر في بلاد اليونان من الدوله الحديثه، عشان ما اقولش عصر متاخر. رمسيس ثلاثه، عارفين مبارز رمسيس ثلاثه؟ منظر الاواني اللي في رمسيس ثلاثه، الاواني كلها جايه من كريت، الاواني دي كلها كريت. الاواني اللي هي الاناء يبقى عريض وله فواه والفواه، والمقبضين اللي بمسك منهم ضيقين قوي، المقبضين ما امسكش انا منهم، ده المقبضين ياخدها لي انا بعدي منهم زي فتله معايا يا دكتوره، بعدي منهم زي فتله تمسك لي الاناء كاني بشيله كده. هنا افروديت دي ظهرت عندي في العصر بعد البلايند او العصر المظلم، ظهرت عندي في العصر الارخي اللي هو الاركايك. الاركايك ده بقول من ال 11 ل 8، من القرن ال 11 قبل الميلاد للقرن الثاني. بعد كده دخلت بلاد اليونان في مرحله ثانيه من السابع للرابع يا استاذ احمد، اسمها العصر الكلاسيكي، اللي هو بقى شفنا بقى في الفلاسفه، وشفنا بقى بدايه الورق وبدايه وجود الاجوره والسوق. لان حضرتك لما بتيجي تشرح وتتكلم على الاجوره تقول السوق، كلمه اجوره مش معناها سوق، اجوره بقى معناها سوق. الاجوره هي ايه؟ الاجوره هي سوق عقار. استاذ احمد مثلا غاويين انا هو مثلا نكتب شاب، فنقعد نتقابل في مكان مفتوح. اول مره عندنا في متحف برلين واحد مصري، ما احنا دايما نجيب المصيبه نزرعها ونخلع، واحد مصري وهم قاعدين هنا في القرن الخامس قبل ميلاد في اتينا، كان تاجر مصري راح يحضر في الاجوره وخد معاه مجموعه من المصنوعات الجلديه بالمصري بتاع متحف برلين، فعجبهم الحاجه وبداوا يشتروا. مع الوقت تحول معرض الكتاب الى سوق بنروح نشتري منه قمصان وبنطلون، فتحولت من البعد الثقافي الى البعد الاجوري.
في العصر الكلاسيكي ظهرت الأجورة وظهرت جيمنازيوم، وكلمة جيمنازيوم بعدها مرة واثنين وثلاثة عشر هي كلمة يونانية من الفعل جيمنازيوم ومعناها يتعرض، فجيمنازيوم معناها المكان الذي نمارس فيه الرياضة ونحن عراه. واليونانيين هم أول من ابتكروا، لكن مش هم أول من ابتكر الألعاب الرياضية، قبلهم إحنا اللي ابتكرناها. وسنة 776 قبل الميلاد لما بعت حاكم إسبارتا للملك بادي باسطا الأسرة 23 قال له تعالوا العبوا أول دورة على جبال الأوليمب هيشترك فيها كل العالم، مصر قالت له إحنا ما فيش عندنا الفكرة إن أنا أعمل كومبيتيشن رياضي دي ونجري ونلعب ورا بعض وأخسر وأكسب. اللي جت لنا بعد كده الألعاب الأولمبية اللي كان رمزيتها إنها ظهرت فوق أول جبال الأوليمب. وعلشان كده 1976 اتعملت، لو حد بيراجع هنلاقي دورة أثينا 76 بمناسبة إنها بيمر كل ستة، يعني كل تاريخ 76 بيتعامل من هذا الأمر. أفروديت بعد كده دخلنا على عصر إحنا واليونانيين بدأنا نبقى أصحاب، اللي بنسميها في الأغلب العصر الهيليديستي، هيا صار الهيليديستي اللي هو إيه؟ هيلين اللي هي حضارة هيلاس مع الشرق المجد النهار. خدوا مننا إيه؟ خدت مننا أفروديت، ودي اللي لازم نصلحها، العراق. أفروديت في اليونان في الكلاسيك متصورة بملابسها، هي ظهرت كما اعتاد المصريون أن يصوروا المرأة في النموج بأحد الثديين العالي، فخدوا فكرة العراء وتعاملوا معها. اليونانيين ما كانتش الست تمشي عريانة في الشارع، وكانوا يقولوا جملة غريبة يا شريف، يقول لك ننجب ذكر نربيه ونحسن تربيته وننفق عليه حتى لو كنا أفقر الناس، وننجب أنثى لا نرعاها حتى ولو كنا أغنى. وعلشان كده متوسط السن للذكر 50 سنة للأنثى 30 سنة في الموت، وكانت اذا خرجت من البيت تخرج معها حرب. فالفنان هنا صور لي افروديت الحلوه دي ازاي؟ قال لك الفنان اعتمد على النسب الجماليه. عندنا فيدياس، فيدياس ده احد من الفنانين الكبار في القرن السادس قبل الميلاد والقرن الخامس. الراجل قال لك ان انا كنت بعتمد على النسب الجماليه العامه، يعني العين او الثدي يمثل ازاي ايديال للمرأة، فياخد المنظر يمثل كل جزء هو بياخد الايديال فورم بتاعه وبيشتغل عليه فبيخرج. افروديت هنا بنسميها افروديت المفتاحيه، افروديت اللي قدامنا هي بتغطي الجزء اللي جسمها كانها تخرج من الماء فبتلف نفسها بالرداء. دي كلها عصر هيلينيستي، وبيبقى دايما معاه اريوس اللي هو تعبير عن الحب اللي اصبح في العصر الروماني. اريوس هو مين؟ كيبيد رب الحب. لا 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 لا، العوجة هنا ليها ارتباط بكاريزما الشخصية، وده اللي هنشوفه دلوقتي. هنا في حضراتكم أي سؤال أو أنا طريقتي مش مريحاكم أو في أي حاجة أنا تحت أمركم، لا لا مفيش مشكلة، سيبوني دايما على حق يا رب، ربنا يستر. طيب الجزء ده كله عندي، يمكن نادر لما بنعدي، احنا بنعدي من جنبه. دي الحضارة المروية، دي حضارة قامت في السودان، الحضارة الموازية أو اللي تأثرت تماما، بقول إن الجزء ده اللي ملحقنيش هي جزء من التأثير المتبادل ما بين المصري وإظهار العنصر السوداني تماما، الحضارة المروية. الصندوق ده بلاقي صندوق ربما إنه كان يشبه كرسي الداية، الصندوق مطعم بالعجوة من الخشب. بصوا المناظر اللي عندي، أولا تعالوا نشوف ملامح الفن. أنا بتكلم هنا قرن خامس سادس ميلادي، قرن خامس سادس ميلادي. ملامح الفن هنا، ابتدى الفنان يا استاذ حاكم يشتغل في الفن المروي متاثرا بالفن المسيحي المصري في دير الانبا مقار في سقاره. ازاي؟ اظهار الوجه الامامي، حتى لو التمثيل الجسد بروفايل يلف الوجه من الامام. عارف من المرشدين؟ عارف من المرشدين؟ معلش هو عشان المحاضره بتاعتنا، معلش شرفتينا يا استاذ جدا. هنا الوجه الامامي حتى لو انا متصور من الجنب، يعني بص هنا للسيده دي شايفين هنا هي قاعده بالجنب والكتفين ومظهر الوجه، هنا تمثيل لرجل. الجلسات الغريبه جدا اللي ظاهره بعض القصص الديني زي طعن التنين او القضاء او الاسد وهو ينتهم الاعداء، رمزيه للفن المسيحي اللي ظهرت. بعض اوضاع الانبطاح الغريبه جدا للاعداء اللي بيظهر عندي في الريجستر ده تمثيل لاحد الاشخاص. لكن بصوا حضراتكم، على الرغم من ان انا بصور اشخاص لكن بدي معنى السخريه، بدي معنى الخصوبه مع بث في اظهار العضو الذكري اكبر من المعتاد في ثاني واحد. بامثل شكل التعبان اللي بيبقى شكل التمساح المنتص او شكل كانه شكل التمساح او الجزء السفلي من السمكه، واظهار السمكه ارتبط عندي ما بين القرن الرابع والخامس الميلادي ب
بالسيد المسيح عليه السلام في ان السمكه هي اختوس اللي هي الاختصار ليسوس خريستوس تيوس ايوستوتي اللي هم الخمس حروف بتوع السمكه اللي اصبحوا بعد كده هم بيقولوا كلمه السيد المسيح فاصبحت السمكه توازي المسيح. في الريجستر الثاني بلال الفارس المنتصر بالقضيب المنتصب الاكبر من المعتاد، لكن على الرغم من كده باجي الاقي ان بعض الابطال بيمثلوا عندي دي القضيب صغير خاصه واذا كان هو يحمل نوع من البركه او الخير. لكن هتلاحظوا حضراتكم ان اظهار الاعضاء التناسليه لم يزل دايما الخصوبه والقوه. الحجم الصغير يبقى بمرحله الطفوله او مرحله ان هو واحد من القديسين اللي قدستهم وطهرتهم اكبر من خصوبتهم الماديه. هنا الجزء السفلي تماما ممثله، هنا الملامح. اذا انا بتكلم ما بين ملمحين، مصري ظاهر في الموضوعات والسمات الفنيه، سوداني ظاهر في تمثيل ملامح الوش. بص حضرتك كده العين كانك عامل لوستين. بص الحاجب هنا ده يعتبر تجديد في الفن. الفن المصري في كل مراحل سواء اليوناني او الروماني بعمل حاجب والتاني ما بوصلش بينهم، لكن هنا الفنان عمل لي حاجب ونزل، ده نزل، ده عمل لي زي شيء مقفول. شايفينها هنا في دي، يعني بعض القطع بيعملها كانه نازل كانها حتتين. بالنسبه للرجال، بالنسبه للستات عاكف ما كانش يهمه ملامحهم لان هي ترمز عنده للعرض. عارف بيعمل ايه؟ الحاجب يعمله خط بالعرض، الخط بالعرض للمراه كانه بيحمل معنيين، الحاجبين وكانها القلنسوه او الشيء اللي بتضع على راسها. هنا المنطقه بتاعت نروي ظهر لي منها عدد كبير من الحلي المعدني لا سيما الفقر. الفضه ظهرت عندي وكانت مصر دايما بتجيبها من اسيا، وكنا احيانا اما بنسميها حج او حج نور الذهب الابيض كمان لانها كانت اكثر غلوا من الذهب، لان الذهب كان اكثر او اقل ان انا استعمله. بلاقي منها مجموعه من الحلي والاقراط وغيرها من السيمبلز اللي كان المصري بيستعملها واستمرت معايا في هذه المرحله. لما جم بتوع مروي اشتغلوا على الاواني الفخاريه ورايا، واشتغلوا كمان على موالد القرابين. احنا لو جينا هنا بعدين لحضراتكم بلاقي نفسي امام مجموعه من موارد القرابين من مروي. بتكلم هنا مروي بقدر اقسمها لثلاث مراحل. حضاره مروي بقسمها عندي لثلاث مراحل مهمه. المرحله الاولى هي مرحله بدايه القرن الاول قبل الميلاد، يعني بتكلم او نهايه القرن الاول قبل الميلاد، يعني بدايه العصر الاول. ده هسميها يا استاذ شريف العصر العقيق. بعد كده هتكلم ل 250 ميلاديا هقول عليه عصر الانتقال، عصر الاضمحلال لغايه القرن الخامس. هنا بلاقي كل دي عباره عن علامه حط بالهيروغليفي، ما فيهاش اي اختلاف، ولكن الفنان عمل عليها ايه؟ عمل عليها موائد القرن، دي كانها مجموعه من شواهد القبور اللي كان بيستخدمها، ومجموعه كمان من الادوات والحلي والالوان اللي كان بيستعملها ليه، القرابين اللي كان بيحطها السايله او اللي بيرسم بيها، مجموعه من القرابين. هلاقي كمان في حاجه ان شكل الخبز وشكل الاواني وبعض اشكال الحيوانيه لا مش مصري، هو خد الفكره المصريه ولكن حطها بالشكل الخاص بتاعه هو في الحضاره المغربيه. بنكمل اللوحه دي قبل ما ندخل الاوضه دي، واحده من اهم اللوحات اللي نفسي بعد كده نشتغل عليها مع بعض. قناه السويس تربط ما بين بحرين، قناه سيزوس تريس او الفكر بتاعها قناه تربط النيل بالبحر. هنا اللوحه دي بيعلن فيها دار الاول قيامه بحفر هذه القناه لخروج الملاحه المصريه ولتصدير المنتجات المصريه عبر البحر الى بلاد فارس. اللي بتيجي من النيل تطلع على بلاد فارس. هنا ده يخلينا نتكلم على القناه دي او على الشيء الهام المرتبط بيها. القناه بتاعتي دي بتصور ايه؟ بتصور مين؟ بتصور مين؟ معلش هو طيب القناه عندي هنا لازم اتكلم عنها. المصري لما فكر في فكره الربط ما بين اجزاء مختلفه، الربط هنا دايما كان عنده النيل، ومره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. النيل عند المصري القديم اسمه نا ايتيرو، النيل اسمه نا ايتيرو، مفهوم ايتيرو. وفي الدوله الحديثه حرف التاء حرف ضعيف،
فسقط فاصبح ينطق نارو. واللي انا بقوله هنا مش بقول حرف ضعيف يعني انا اللي بقاه بمزاج، انا بتكلم على الايجيبشن تكست في النصوص المصريه في الدوله الحديثه بدايه من تحتمس 2 وحتشبسوت اصبح نارو، والره اتقلبت لام في الليت بيريود فاصبح نيلو او نالو، اللي بعد كده اليونان خدوا نيلوس. فروع النيل اسمها انهار، فروع النيل اسمها انهار. وعلشان كده القران الكريم لما جه وقال فرعون اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت، هو يقصد فروع النيل لان احنا ما عندناش غير نيل واحد. يعني اللي بيشكك بيقول له لما يقول وهذه الانهار، وعلى فكره هو كان يعني لما كان المصر، عشان كده المصري لما قال نائط يروي عاكف نادي اداه التعريف للجمع، فهو يتعامل مع النيل ان هو المصدر لكل الانهار اكتر كمان، ربما كان كبار المصر كان عندي التانيسي وغيره، يمكن التانيسي ده هنك نعم. لا اتيرو عادي ظهرت في نصوص العصر المتاخر، نا اتيرو ده الاسم بتاعه، هو ده الاسم الصريح اللي كان ينطق على النيل في وقت الفيضان حتى مع الاحتفالات بتاعه. فباجي هنا بلاقي ان من الدوله الوسطى فعلا بدا عندي الاهتمام بان انا اعتمد على الزراعه، ومن هنا كانت فكرة ملوك الدولة الوسطى في اختيار عاصمة إيث الطويل القابضة على الأرضين اللي هي الليشت عشان اشتغل زراعة. ودايما بنضحك على اخواتنا بتوع الفيوم نقول لهم الفيوم كانت أغنى محافظة ودلوقتي بقت أقل محافظة، لأنها كانت أكثر محافظات مصر وأراضي العالم خصوبة. بعرف من هنا يا أستاذ عاكف في العصر الروماني حاجة غريبة أوي يا أستاذ هويد، في العصر الروماني كانوا بدفع حاجة اسمها ضريبة الراس، ضريبة الإيه؟ الراس. ضريبة الراس اللي انا بدفعها دي بدفعها على حسب الاقليم اللي انا خارج منه. عاكف جاي من او احمد نور الدين جاي من البحيرة فيدفع 8 درخمة ضريبة راس لان البحيرة ما فيهاش زرع كتير. خالد من الفيوم يدفع 48 لانها ارض خصبة. بعد كده ابتدى ملوك، وعشان كده بعرف ان امنمحات الثالث عمل لي ولاول مرة كنت اسمع الكلمة دي سد اللاهون، عمل لي في اللاهون مجرى عشان توقف الميه. لما جه ملوك الدوله الحديثه ابتديت اعمل طريق يمشي عندي ما بين النيل وما بين البحر المتوسط. ليه؟ علشان اقدر امشي التجاره اللي كان بيشتغل عليها تحتمس الثالث، واللي زي ما قالت لي نصوص اسنا ان انا من اسنا كنت بنزل على الجنوب عبر النيل وربما اتخذ طرق عبر البحر. بعد كده جه ملوك العصر الصغير والعصر ده بداوا يشتغلوا على الفكره دي. مين اللي كلمني على دي؟ هيرودوت. هيرودوت لما جه قال هيرودوت جالي 450 قبل الميلاد، قال ان الملك نيخاو الثاني عمل رحله حوالين البحر لف وابتدى يعمل طرق توصل التجاره، وقال ان المصريين بيضحكوا على الناس. ده هيرودوت قال ان احنا بنضحك على الناس، اللي هي هيرودوت كده قله الادب دي ما انت كنت مؤدب. قال لك لان المصريين قالوا ان الرحله اللي عملها نيخاو كانوا يصحوا احيانا يلاقوا البحر على يمينهم وشويه او يلاقوا الشمس على يمينهم وشويه يلاقوا الشمس على شمالهم، ده معناها ان احنا عملنا لفه كاننا طريق راس مجال الصلب، احنا لفينا صح يا عم هيرودوت، احنا مش ناس كدابين، انت اللي مش فاهم او انت بلاش نقول مش فاهم، انت اللي سيء الظن بمصر. فاللوحه دي لما جه دارا قال فيها انه بيتعامل مع المصريين الذين يرغبون في ان تخرج التجاره المصريه كامله الى بلاد فارس لتكون التجاره قائمه على التجاره البحريه، ومن هنا كان اقامه هذه اللوحه التذكاريه تخليدا لهذا العمودين اللي ورا العمود اللي ورا حضراتكم القناه دي ما بين منطقه وادي الطميلات عند الاناقر المفروض انها بتمسك مع البحر المتوسط، يعني بتعمل وصله اللي انت لغايه دلوقتي بتقول النيل اللي دخله على فين، نفس الطريق اللي انت بتشتغل عليه على البحر المتوسط. نعم البحر المتوسط يعني البحر المتوسط متوسط سينا يبقى البحر المتوسط مش كده تمام، بشتغل على قناه سويس مع الرب ما بين البحر المتوسط. طيب هنا العمود الخمسي ده جزء من معبد حتحور. فين يا استاذ عاكف؟ لا عيب سقاره حتحور كان ليها مقصوره عباده افضل في سقاره او في بلاش سقاره نقول بنف، منطقه منف المتحف المفتوح كان في معبد بتاح، كان في معبد حتحور، كان في معبد ليراع، كان في معبد لاوزوريس. محمود عبد الرازق سنه 99 طلع لوحه جميله جدا معبد اتون تمام اتون في منف اتون من عهد مين؟ سيتي الثاني. اذا بين قوسين عشان احنا بنشتغل جريكو رومان النهارده انسوا اتون جاء قبل اخناتون ولم ينتهي بعد اخناتون. الجمله دي بين قوسين عشان واحنا بنشتغل التفسير بتاعنا هل اخناتون وحد ولا لا
وهل الاله ده اصبحوا وهل بعد هو ما اختفى ايه اللي حصل؟ لا، اتون كان قبل اخناتون واستمر بعد اخناتون. وعندنا في قاعه الدوله الحديثه على ايدك الشمال تمثال امنحتب ابن حابه على القاعه بيقول انه الكاهن الاعظم الذي يري الملك، الذي يجعل الملك يرى بهاء اتون، اللي بيخلي الملك يشوف البهاء بتاع اتون. اذا اتون كان موجود من هناك. بلاقي العمود ده او التاج الفتحوري ده من عهد الملك واحد راس اللي بنسميه في الاسره 26 يا استاذ هاله اكثر الملوك سيئ الحظ. ليه؟ لانه كان كل ما يعمل حاجه تفشل. الملك ده بنشرح له ايه واحنا داخلين؟ وانت داخل على ايدك اليمين بعد ما بتعدي تمثال رمسيس اللي في المتحف، على ايدك بتلاقي في تمثال الثالوث، بعد تمثال الثالوث في لوحه من الشفت لونها اسود كده بنفس الحجر ده، اللوحه دي عليها سكر وعليها منف وعليها بعض النصوص وملك واقف بيقدم القرابين لسكر ونص. هو دي واحد ابراه عمل في منف اهتم بيها جدا وعمل فيها مجموعه من المنشات. ليه كان سيء الحظ؟ لانه كان يا بخت الوحش انه كان كل ما يروح يعمل حاجه تفشل، لدرجه انه مره قامت على حدود مصر الغربيه ازمه، بعت قائد القوات بتاعته كان اسمه احمس الثاني امازيز. امازيز هناك الجنود قالوا احنا كفرنا من الراجل ده، الراجل ده غلطان، الراجل ده بهدلنا، قال لهم عايزين ايه؟ قالوا عايزين نخلص منه. فكان قراره بانه ما يرجعش على مصر الملك واحد ابراء، وجاء من فلوس واصبح هو الملك. الملك اسمه موجود حا ابراء واحد ابراء واحد ابراء نيت. الاله نيت هي نيت دايما تعرفوها بالبرتغالي نيت نبت ساو سيده سايس، محبوب نيت سيده سايس، لان هو هنا بيتكلم ان هو كان الهه الحرب اللي هو منتصف بيها دي عن في جيت واز جيت، فليها بالحياه والابديه والثبات الى ابد الابد. ده الملك واحد ابراء من اسره 26. الجزء اللي احنا فيه ده على اليمين الشمال ده القصه 26 اجل. واحد ابرز المنفس بجراند اناس. تمام. انا ما دخلتش منفس بتاع ثلاث ناس الكوري هو هو مش مشكله دي سهله دي وردت وردت على مرة كتير. مجموعة من الرؤوس خلاص متهيألي كلنا دلوقتي متفقين هنقول كلمة واحدة ترجع للعصر مطلمي ولا روميني؟ ها؟ لا فين من ده يا راجل؟ يا راجل يا راجل يا راجل كله بطلمي كله. طيب انا كخالد غريب كده دكتور ده مش بطلمي ده دي بطلمية اللي في النص اهي دكتور بص الجبهة بص الجبهة الجبهة لا يا حبيبي ده جزء من شريطة الشعر ده واحدة ست. طيب او الكليه اللي كانت بتلبسها على راسها بعض السيدات دي دايما كانت تلبسها ارسينول. طيب تعال مع بعض خليها معاك ما تشربهاش حبيبي لا لسه شويه. طيب هنا انا دخلت المتحف هنا من ثلاث شهور مع النقابه العامه وشرحت حاجه واسف ان انا هغيرها لان امبارح بالصدفه وانا بحضر للمحاضره دي قريت مقاله لطيفه جدا. دايما هنلاقي الراجل اللي متصور عندي الراجل اللي فوق اللي ورا ده والراجل اللي ورا شايفين ده اللي هو الراجل ده كل الرجاله اللي هنا دول اسكندر وكلهم الاسكندر مش باصص كده للاستاذ محمد او الاستاذ شريف كده باصص لفوق ودايما بصته لفوق مش بصه وانا معتدل يعني مش وانا كده دايما هتلاقي البصه فيها ميل في الراس. كان بوتمر مدير متحف المتروبوليتان كان سابقا كان عمل كتاب عن البتولمايك ارت وقال في حضرتك ان لما يتمثل عندي الاسكندر بهذا الشكل فكل التماثيل اللي الاسكندر باصص لفوق هو الاسكندر المؤله اللي البطالمة اعتبروه اله فبينظر لاعلى اتفاقا مع الكلام اللي قاله احد المؤرخين من ان الاسكندر قبل موته بعده شهور يا استاذه وايده شهد انت بتدام سيب كل حد ينظر ان الاسكندر شهد ينظر للسماء فسالوا احد الجنود بتوع دكتوره لماذا تنظر الى السماء؟ قال جمله غريبه قوي قال فتحت ممالك الارض ابحث عن ممالك السماء. انصلف الغروب. من هنا احد الباحثين الانجليز عمل مقاله لطيفه بالصدفه قريتها امبارح قال ان التفسير بتاع بوتمر مع وجهته الا انه غير مقبول وقال ان نظره الاسكندر دي هي نظره النرجسيه والاستعلاء. الاسكندر كان عنده حاله من الاستعلاء تصل لحد الغرور فعلا.
اسكندر كان شخص مستعد وضربنا مثل يمكن امبارح كنا بنتكلم حد قال لي شوف توفيق الحكيم قال لي عمر توفيق الحكيم في كل نجيب محفوظ بيتصور العصاية وعامل كده شوف نجيب دايما توفيق الحكيم تلاقيه باصص بالجنب ودي عالية قال لك لان حتى لما تقرا توفيق الحكيم كان عنده حالة من الاستعلاء بنفسه فقال لك ان استعلاء وجه الاسكندر هنا عاكف ليس المؤلم ولكن نظرة الاسكندر الاعلى هي نظرته القوية ونظرة الاستعلاء والاسكندر كان تلميذ مين؟ ارسطو ده انا تلميذ ارسطو هو انا تلميذ حد اي كلام ده انا تلميذ ارسطو اللي علمني كلمة المدينة كيف تكون ده التفسير الثاني اللي يمكن انا ما قلتوش المرة اللي فاتت لكن يعني لان كل محاضرة الواحد بيجي يعملها بحاول ان احنا نشوف ايه اللي ممكن استفيد انا بيه قبل ما نفيد الحضر السيدات الممثلين هتلاقي دايما السجلة هنا بتكلم مع بطلمي صريح يا استاذ عاكف بطلمي صريح بملامح حلوه نيجي هنا معنى لو حضرتك انت في الاخر اللي مشيت خلي حته كده اللي هيغلط في الشرح 100 جنيه لكن لو مين يلم فلوس من تعالى بصي حضرتك كده خلينا نتكلم عن بطلمي بصي حضرتك كده كان رد ما عرفش ليه وصلت لي كده بصي حضرتك شايفه الانف عامل ازاي خلينا ناخد حته الانف لا قليل الانف مسكوبه سن مش يعني انف ايه مش مضلعه كده تبقى مطمنه خلينا نمشي واحده الانف شايف حضرتك الانف عامله ازاي الجبهه بص الجبهه مسحوبه نعم الجبهه مش مضلعه ما فيهاش مشاكل الانف الدقن والفم كانه يهم بالتقليل فم زين الاربع ملامح دول اللي ضد بعض خلاص كده خدناهم اشتغل بقى الروماني او غير حضرتك ازاي تخرج كده طيب هنا لما جه البطلنا مصر وبداوا يسيطروا على المصريين كانت الفكره الاولى عشان يستقروا في اسكندريه ان نرضي اللي هنا وهنا انا عاوز اشتري الكل من هنا كانت فكره اختيار مجمع الهي يرضي جميع الاطراف اختيار مجمع الهي اتعملت لجنه اللجنه كان يرأسها واحد مصري اسمه مين مانيتو بطلميوس الاول اول ما جه ملك وحوريكم لوحه البطلميوس الاول اللوحه دي اتمنى علي صوتي اللوحه دي اتمنى انكم تيجوا تشرحوها دايما لان اللوحه دي ولاول مره في التاريخ في المتحف المصري هتشوف اسم اسكندريه مش بالهيروغليفي مش اسكندريه اسمها اللي هو راكوتيس اللوحة هنا مشهورة جدا وحوريكم ازاي بطلميوس قالها وانا يمكن في المحاضرة لما نعمل اسكندرية وردتكم التفريغ بتاع النصر حوريكم مكان اللوحة لان مهمة قوي الحاجات دي مهمة لان انت بتعمل منها تاريخ مصر ولو عايز تعمل اسكندرية بعد كده هتقدر من اللوحة دي تقول للناس تعالوا نروح اسكندرية طيب مانيتون قال ايه قال نختار مجمع اله مين اشهر اله لحنا ولا اليونانيين يا استاذ رندا هنختلف عليه قال لك ايزيس زي الفل إيزيس كانت إيزيس فاريا إيزيس ربة الفنار وعلشان كده بين قوسين وكأني ما قلتش كأنكم ما سمعتوش حاجة يعتقد الآن بنسبة 99% أن التمثال الذي كان يعلو فنار الإسكندرية ليس تمثال لبوسيديون أو تريتون ولكن هو تمثال للمعبودة إيزيس لأن الآثار الغرق اللي طلعت من أول عمر باشا تصر سنة 36 حتى جو إيفان تويل سنة 98 وإحنا اشتغلنا معاه لم نخرج تمثال تماثيل إلا لإيزيس والعملات اللي ظهرت لإيزيس والرئيس جمال عبد الناصر سنة 62 لما كامل أبو السعدات الواد الغطاس بعت له جواب وقال له أنا بنزل وبلاقي أثار بعت الضفادع البشرية طلعوا تمثال لإيزيس بالضفادع اللي هو موجود في السرابيوم فإذا أنا بشتغل مع إيزيس قال لك إذن إحنا مش مختلفين يا أستاذ حسين إن مين اللي نشتغل عليه إيزيس المصريين على منصحين قال له فل إيزيس يبقى أوزوريس قال لك لا قال لك طيب اليونانيين قالوا طيب إحنا ناخد نوع من زيوس بالشكل الادمي الممتلئ قال لك جميل يبقى احنا هنشتغل على زيوس الشكل الادمي الايه الممتلئ يا عبد الشيخ متفقين والمصريين قالوا احنا هناخد الشكل الحيواني بتاع اوزير حب اوزير بتاع سقاره طيب فاليونانيين قالوا لهم ايه مين اوزير اب ما هو مفيش عندهم حق اوزير اب ونهايه اسماء الاعلام في اليوناني بتبقى ايه ايس او اوز زي بطلم يوز او بطلم ييس فبقت وزيرا بيث الاودي هي ايه
ديفينيت ارتكل او اداه تعريف في اليوناني فشلتها، فبقى مين؟ زرابيث او سيرابيث. دي الحدوته اللي احنا بنحكيها. قصاد الحدوته اللي احنا بنحكيها بتيجي حدوته ثانيه حكاها إليوس جالوس ومؤرخين القرن الثاني الميلادي، وهم بيتكلموا قالوا ان الاسكندر شاف في الحلم انه هيجي على مدينه على البحر او على مكان على البحر، وهيبني يا استاذ شريف على البحر مدينه عظيمه ستكون سيده الدنيا، وحلم بانه سياتي له من سينوب اللي هي في قبرص اله عظيم سياتي به، هذا الاله هو سيرابيث، وانه جاء على حصان ابيض الاله زيوس وقال له فلياتي سيرابيث. فهنا بيقولوا ناحيه ثانيه ان هو قد يكون الاله سيرابيث هو الاله اليوناني الذي جاء من سينوب. لكن زي ما بقول لحضراتكم دايما انا بتعامل مع سيرابيث على انه اله مصريا او مصري الاصل. سيرابيث بيتصور عليه، اعتقد التمثال ده اغلبنا فاكره مننا قدام شويه كنا بنشرح المتحف اليوناني الروماني. التمثال ده كنت اول ما تدخل المتحف على ايدك الشمال اول تمثال يقابلك يقول لك مع الموزاييك بتاع اسكندريه. سيرابيث هنا بقى حضرتك يا استاذ رامي، شايفه هنا الجبهه طالعه لقدام، بص الانف مع ان انا شغال حاجه رجيلي، بص الانف عريضه، الفم بص قد ايه، والدقن باينه. الملامح الاربعه دول، الفم لما يبقى عريض واحيانا يتفتح والانف تعرض مع الجبهه يبقى دول ادوني ملامح الفم الرومان، يبقى انا بشتغل على ملمح الوجه مبني. الدقن بتظهر ما بعد هادريان، هادريان هو اول امبراطور يتصور بده، يعني لو عايزه تاريخ روماني قرن ثالث او نهايه القرن الثاني يبقى بتشتغلي بعد هادريان، هادريان 117 135. الكتاب المحاضره يوم مش هتاخده خلاص، انا طبعت لك نسخه عندي عشان ما يعني انا حاسس ان المره الجايه تطشني يلا. الدراع كام؟ هنا التفريغ اللي بيركب منه الدراع مع الاداه. هنا كامل الجزء، بص لو بصيت هنا لا لا بص هنا هيبقى طالع بقيه الرداء، وهنا الرداء ده لازم لو جيت هنا هتشوف يا بشير حاجه، هتشوف هنا الجزء ده نازل ببقيه الرداء، ده جزء كان بيغطي كل الجسم. ايه اللي بينزل من هنا؟ ينزل من هنا 1 2 3 4 5 6 7 دول القرون السبعه اللي هم قرون الخيرات اللي هم بيحملوا كل الخير اللي جاي من كل الدنيا ليحمله الاله، لان هو كان اله الخير واله النماء، كان هم السبع سنابل الخير اللي بتيجي لتعطيه الحياه والميلاد لكل الدنيا من فوق. سيرابيث في العصر الروماني اصبح يحتمل كمان كون الاله الخالق، علشان كده لما جه البطالمه في عهد بطلميوس الثالث اللي هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي، ابتدى البطالمه يقولوا لهم ان احنا موافقين، المصريين احنا موافقين على اي حاجه هتعملوها، فبطلميوس الثالث عمل حاجتين هقول عليهم دلوقتي لما نروح عند اللوحه بتاعته الشهيره جدا والمهمه جدا. لكن تعالوا نمشي مع بعض ونشوف ملامح لاحد الالهه. نعم اتفضل. التمثيل للمعبود ايزيس ده واحد من التماثيل اللي جت من اسكندريه من منطقه مجاوره للراس السوداء. بص حضراتكم ايه؟ عرفت منين انها ايزيس؟ بص حضراتكم العوده اللي لابساها ده حزام التيت. ده الحزام التيت اللي هو العلامه اللي بتلبسها ايزيس. هنا يا استاذ عاكل. ايوه دكتور. ده الهيماتيون. ايوه ده الهيماتيون اللي مغطي الجسم. لو هي بقى تحتيه الهيماتيون كمان على فكره كان بيبقى له مشبكين بيتربط بيهم عند الكتفين، لو الهيماتيون ده نازل او مفكوك من هنا دول كنت هلاقي عروه او حاجه نازله كانها سلوبيت عاري موجود اسفل. بلاقي اللوحه اللي بعدها هنا اللوحه دي واحده من اللوحه البطلميوس الخامس. المجموعه اللوحات دي لوحات من عهد بطلميوس خمسه اشهرهم على الاطلاق في كل الدنيا اللوحه دي. اللوحه دي بتقول ايه؟ ان في السنه ال 25 من حكم برعا الملك في اليوم ال 11 تحت حكم ملك مصر العليا والسفلى فلان الفلاني خمس صفوف بيتكلموا على ايه؟ على موت العجل ده. على موت العجل. مين العجل ده؟ ده بوخيس. ده العجل بوخيس. مين هو بوخيس؟ ده العجل المقدس للاله منتم بيسموه بوخيس حج. بوخيس حج. بص حضرتك بص حضرتك هنا ده ذكرى موته، لان هو بيقول لك ان احنا بنصور مين يا فندم؟ احنا بنصورنا؟ لا ما احنا بنخلص طب شغلنا ممكن تصور؟ لان هو ممنوع التصوير تماما. بص حضرتك طب اقول لك حضرتك انا دكتور في الاثار كذا كذا بيجي بقى عندي في السطر الثاني خلي بالك هنا ده بطلميوس اهو دي توليمايس ومراته كيلوباترا اللي هي كيلوباترا الاولى تمام ده بطلميوس الكام؟ خمسه. ف
فلان الفلاني. بعدين بيقول ايه بقى في السطر الثالث يا استاذ عاكف مع حضرتك؟ ان في السنه ال11 في السنه ال11 اتولد نسيت ان اف اتولدته في السنه. عارفين ولدت مين العجل ده؟ يعني العجل ده مات عنده 14 سنه. العجل المقدس لبخيت. بخيت ده رمز مين؟ الرمز المقدس للاله اللي انا بدور لكم على اسمه دلوقتي. ونسيت الاف العجل المقدس اللي اصبح اول مولود في الشهر كذا، اللي الرمز المقدس اللي بيجي عندي هنا يجي يقول لي جدني دوقين وزير، انا هدي لك كل الخير وانا همنحك كل حاجه بصفه مين؟ جدني دوقين. شايفين هنا الرئيسي ده؟ شايفين رؤيه الشطرنج منه وتحتيها النون وحرف الث؟ كلام بيقوله منطو الاله العظيم سيد ايونو شمعون. ايونو شمعون اللي هي سيد طيبه، لان ده كان سيد طيبه. انا كان عندي منيفس ده العجل المقدس بتاع اتوم في منفى، بتاع اتوم في هليوبلس، ابيس العجل المقدس اللي بتاعت منفى. كل مدينه كان لها العجل المقدس. هنا العجل المقدس بتاع مين اللي كان في الكرنك؟ كان اسمه ايه؟ كار حج الطول الابيض اللي هو كان بيديني الخشوبه والنماء بكره. هنا تمثيل الملك. هنا بيقدم له ايه؟ لا دي مش المعد. الملك هنا بيقدم حاجه اسمها السخت. السخت تقدمه السخت. ايه هي السخت؟ الحقول. الحقول ودي تقدمه ظهرت عندي صريحه بالثلاث ورقات دول في الدوله الحديثه. يوم يجي لي واحد فرنساوي كده اسمه بانديه ويقول لك انتم ملاحظين حاجه في موائد القرابين اللي من الدوله القديمه؟ نقول له اه يا عم بانديه ايه المشكله؟ يقول لك ان العيش اللي بيتقدم لك على مائده القرابين اللي قدامك ما بيتقدمش العيش كله في الطريق ده او في الاتجاه ده. ماشي، بيتقدم رايح وجاي. عاوز توصلني ليه؟ قال لك انك لو قطعت كل ثلاث ترغفه من العيش هيفلطوا علامه سخن. طب وايه يعني؟ يقول لك يبقى المتوفى يا استاذ رندا مش قاعد قدام مائده قرابين، قاعد قدام حقل القرابين. طب ايه؟ وقال لك يبقى دي بدايه تقدمه الحقول. ارجع بقى بشير واساله، طب عايز تقول لي ايه يعني يا فندم؟ هتقرفني ليه؟ يقول لي لا، انت لو خلصت زياره مقرفه زي اللي احنا عاملينها دلوقتي وممله كده وطالع هتبقى محتاج انك تقعد تاكل، ممكن تروح سلسله تاكل سندوتشين ثلاثه مائده قرابين. مثلا ما هي عشان عمال اقول لك الزياره مقرفه تقول لي مش هي بعدين. الله يسامحك. طب جامدين يغمز يقول اي منظر. دي توريه يا اخويا، دي توريه يا دكتور. لا 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 انا عينيا ليكم كلكم بعد المحاضره على حسابي طبعا، والله العظيم في اي حته تامروا بيها. لا اجيب السبع ما يخلاش ما تقلقوش. ده بعد اولا ده بعد خيركم كلكم. لا لا والله دلوقتي وعايزين قولوا المكان وانا جاهز. بس كل واحد بس هنا ده شرف ليا. هنا العجول المقدسه او السماد بتاعتي اصبحت هي جزء اساسي بيقدم له القرابين واصبحت رمز الهي بيعطي. فاللوحه دي مجموعه من اللوحات، هتلاقي كل اللوحات دي هي مجموعه من اللوحات اللي من العصر البطلمي اللي بتقدم لهذا العجل المقدس. الجزء العلوي منها دايما بيكون موجود عليه انوبيس بيحمي، لانه عجل مدفون ومعمول له سرابيو ومعمول له سرابيس ومعمول له مكان موت. طيب متى بدات تقديس الحيوانات في الحضاره المصريه؟ تقديس الحيوانات في الحضاره المصريه بدا عندي مع عبد الفتاح. عشان كده سرابيوم سقاره لما ببدا اتكلم عليه بقول ان بدايته اما نحط الثلاثه. اما نحط الثلاثه وسرابيوم سقاره كان بدايه الفكره لبناء المعابد، وعلى فكره كان احد اسباب انشاء المتحف المصري هو اكتشاف سرابيوم سقاره. لان قصه انشاء المتحف اقولها في دقيقتين معلش يمكن تكون تايهه عن بعضنا ان سمحتوا لي. القصه بدات سنه 1833. محمد علي اتعرض عليه اكتر من مره انه يبني متحف. محمد علي ما كانش عنده اي اهتمام لجنه السلطه بانه بالاثار، لدرجه انه فكر يفك حجاره الهرم يبني بيها القناطر. وعشان كده دايما نضحك يا استاذ عاكف ونقول الحمد لله ان تعريفه حمت الهرم، لانه لما قعدوا يفكوا حجاره الهرم متاخر الفك بتاعها في الشريف، فراح محمد علي فقالوا له لما بنفك الحجر من طره بيكلفنا قرش ثابت. لما بنفك الحجر من الهرم بيكلفنا ثلاث تعريف. قال لهم احنا اولى بالتعريفه في كل حاجه، سيبوا الهرم اشتغلوا في طول. فتعريفه انقذت الهرم الحمد لله. بعديها حصل خناقه ما بين محمد علي والقنصل الفرنسي في مصر كان اسمه ميمو. ميمو اتخانق مع محمد علي. محمد علي سأل
ميمو ده بيشتغل ايه؟ قالوا ده بعد الظهر يروح عند الناس في خان الخليل ويشتري منهم اثار ويبيعها ومش عارف. راح محمد علي مطلع قرار وقال ايه؟ كل الاثار على ارض مصر ملك للدوله. وكان في اتنين شباب مقابلهم في وسط الخناق، كانوا لسه راجعين من فرنسا، كل واحد منهم كان قدم له هديه. واحد اسمه رفاعه الطهطاوي قدم له كتاب عن باريس وصورها، وده اللي خده بعد كده اسماعيل وعمل بيه القاهره الخلويه. والتاني كان اسمه يوسف ضياء. يوسف ضياء راح مديله ثلاث شجرات موالح وقال له انا جبتهم من مالطا، راح زرعهم في قصر الازبكيه ودقهم لقاهم حلو، قال له هنسميهم على اسمك يا يوسف افندي. كان ده بدايه دخول مستفندي في قصه محمد علي. محمد علي قال لهم لموا الاثار وحطوها في قصر الازبكيه. لما مات محمد علي سعيد رجع القصر فخد الاثار وداها مكان السجن الحرب في القلعه، لغايه لما جه واحد صاحبه كان الارشدوك ماكس ميليان ولي عهد النمسا. ماكس ميليان قال لسعيد انا نفسي اتفرج على الاثار اللي في القلعه. قال له المكان اللي هو تبع وزاره الحقانيه ده؟ قال له احنا عايزين المكان، ما عادش حد يشيلهم. خدهم، والقصه دي مكتوبه على باب الجناح المصري فتح بينا لغايه دلوقتي. خدهم ماكس ميليان واتنقلوا على النمسا. بعد كده لما جه سعيد اسماعيل اصطدم بشاب فرنسي. الشاب الفرنسي ده كان اسمه اوجست ماريو، كان امين الجزء القبطي لمتحف اللوفر، وكان المتحف كتب ورقه ان هم عشان المتحف يبقى شغال محتاجين يا استاذه رندا ان نعمل مخطوطات قبطيه من مصر ومش موجوده. فادوله 3000 جنيه رهيب اهو، ووقتها اشتري مخطوطات. وهو قاعد فجاه واحد اداله في شريف تمثال ابو الهول، تمثال كده حوالي 60 في 60. على فكره ابو الهول اللي على اليمين والشمال وانتوا داخلين المجنع هتلاحظوا في حاجه واحنا خارجين، خدوا بالكم منها. ابو الهول واحنا خارجين هنشوف انثى مش ذكر، ده الفرق ما بين ابو الهول المصري وابو الهول اليوناني. المهم الراجل ده قال له التمثال ده حلو، انت جايبه منين؟ قال له من سقاره. بكام التمثال؟ قال له ب 40 جنيه. دفع له 40 جنيه ودفع له 10 جنيه، وقال له تيجي معايا بكره سقاره توريني جبته منين. راح الراجل وراه المكان، فمريت وهو ماشي بقى يقف هنا يلاقي مثلا عند الاستاذ بشير حاجه بكلمه، ينظف يلاقي تمثال ابو الهول تاني. رجع ورا شويه لقى جزء ملفوف حنيه بينظف التراب، لقى فيها تماثيل يونانيه منهم تمثال مكتوب عليه واحد، قال يا نهار اسود الراجل ده ايه اللي جاب مكتبه اسكندريه هنا؟ لانه لقى منهم تمثال لواحد اسمه ديمتريوس الفاليروس، اول مدير في مكتبه اسكندريه اللي نصح بطليموس انه يعمل مكتبه اسكندريه. نعم؟ ما هو اللي هي ممر الفلاسفه، ممر الفلاسفه قصاد السرابيوم. فابتدى يمشي مع تماثيل ابو الهول لغايه اما لقى باب بيفتح دخل ولقى السرابيوم. راح بعد جواب لمتحف اللوفر قال لهم انا اتكلفت 80 جنيه في الحفاير دي لغايه اما لقيت السرابيوم، اكمل ولا انزل اشتري المخطوطات وارجع؟ قال له اعتبر الفلوس اللي معاك بدايه حفاير وهنبعت لك فلوس تاني وما تجيش، مش عايزين نشوفك في فرنسا. ومن هنا بدات قصه مريم اللي راح طلب من اسماعيل انه يبني متحف. وبالمناسبه اسماعيل لما جت الامبراطوره اوجيني 1869 في افتتاح قناه السويس ومينا هاوس وقصه المينا اللي يلف عشان تنام على كتفه والحدوته اللطيفه دي، قيل ان الطريق اللي طالع للهرم كان المفترض انه يتعمل طريق مستقيم، الخديوي اسماعيل قال ان هي هتدور الهرم تعملوا لها الطريق مايل وتبقى على يمين، فهو هي بيلف لازم هتنيل تيجي على كده، وكان بيحبها جدا. يعديني حبيبي يعديني، قال ايه بيعديني بالظبط؟ 7 سنين ما مسكش قد ايدي. يعني اللي اقصده حاجه ثانيه، ان اوجيني قالت له انا عايزه بعض الاثار المصريه وشاورت له عليها، قال لها انا ما عنديش مال، لكن ارجعي لواحد فرنساوي هنا. ماريت رفض. ماريت رفض، مش معنى كده انه كان كوردين، ماريت كان 44 صندوق سنويا بيسافروا عندهم من مصر. بس يا ريته كان ادهم لها يا دكتور. يا ريته ادهم لها السبب، عارف ليه؟ بالظبط، لانه قال له بعد كده والخناقه حصلت، قال له عايز ايه؟ قال له عايز مكان، اداله مكان متحف المركبات اللي هو على نزل الكوبري 1500 عند وزاره الخارجيه الجديده، متحف يحط فيه النيل زي ما قال لنا الاستاذ عاكف، جه الفيضان عالي دمر الاثار دي ومات مريت حصدا عليها، وجه بعديه تلميذه اللي خد متحف سرايا الجيزه عمل فيه تجميع الاثار، متحف سرايا الجيزه اللي مكانه دلوقتي جنينه الحيوانات. وبعد كده 1894 اختاروا ميدان الاسماعيليه، الميدان اللي بره بس مش ميدان التحرير، اسمه ميدان انور السادات دلوقتي، واسمه كان ميدان التحرير بعد ثوره 23 يوليو، ولكن اسمه في عصر محمد علي ميدان الاسماعيليه. خد ميدان الاسماعيليه واتعمل المتحف اللي مكتوب عليه ميدان انور السادات.
بعد لطفي ده ايه في الوثائق الرسميه ميدان انور السادات وبين قوسين التحرير ما بين الناس اسمه زاد العبيد لكن هو الميدان ميدان انور فاذا بعد موت السادات كرسي اتعمل الميدان باسمه وسنة 85 حتى لما اتعمل تحطت المترو اتعملت على اسم الميدان فالاسعاف الطريق هناك في الشوارع الجنبيه شارع جمال عبد الناصر الكناوي يتسمى كده بس قال لك جمال عبد الناصر في شارع باسمه فمشيت البكري اللي قام بيه فقال لك نطرب دي اتسمت باسم الزعيم لكن هنا كان مرتبط اصلا باسم اسمه طيب اذا اللوحه هنا لوحه بخيس من عهد بطليموس لا لسه ماشي طيب هو يوم ما عرفت يقول لي انا حريف تنس كل ما قابل حد في الاهلي يقول لي انا ما بعرفش العب تنس بس بكسب واحد اسمه شريف كده برضه يعني بيقول لك ما بعرفش العب بس في واحد بيجي يتغلب لنا اسمه شريف خلوه من عليا لما موتوا طيب سوفوكليس سوفوكليس واحد من اباء التراجيديا في الادب اليوناني سوفوكليس عمل اسطوره لطيفه جدا اتعملت في مصر جزء منها قصه اوديب 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 الملك عقده العقده هنا متصور عند اوديب اللي قتل ابوه لانه ما كانش يعرف والجهل النومه كانت قالت له انا ما عرفت وكان دايما ابو الهول المؤنث السنكر اللي هو اسمه سيسا فيجوس كان هو اللي بيوشي او بيوحي للناس ان هو اقوى شيء لغايه ما اوديب قتل ابوه هو الملك دي رائعه سوفوكليس اللي بتقول اوديب ادي اوديب لو انتوا اوديب بيوس او اي الدلتا وادي البي اوديبيوس بيمسك سكينه وبيقتل واحد الشخص ده هو ابوه اللي ما يعرفش هو مين اجنيفه اجنيفه اللي هي الجهل بترفع ايديها الجهل دايما مش فاهم اللي بيحصل بعديها بيجي الجزء الثاني اوديب بيسمع لابليه السفنكس اللي بيقول له ان انا المسيطر على الدنيا واوديب بيقول له انت كاذب وبيقتله فبيعينه اوديب الملك وهنا بتبقى العقده مع اوديب ان جهله خلاه قتل ابوه وقالوا له انت هتبقى الملك وجوزوه الملكه وحين تزوج الملكه اخبرته بعد زواجها به انها امه من هنا كانت العقده اللي عاش بيها طول عمره انه تزوج من امه عن جهل وقتل ابيه عن جهل فهنا كان علاج او العقده اللي بتيجي للانسان انه يزداد بها جهله دي العقده اوديب اللي عملها سوفوكليس لكن الممثل فيها الجزئين دول بس مش كل الحدوته بتاعه اوديب ممثله عندي هنا بالفريسكو بطريقه الفريسكو وسعاكف الفنان اللي عملها وغالبا هي بترجع عندي للقرن السابع او الثامن يعني فكره المرحله المسيحيه الصريحه في الفن الاستاذ شريف كان سالني سؤال بره لطيف وحبيت يعني ايه ان نبقى في مكان واسع كده بيقول لي القطع بتاعت ميرو اللي على الصندوق اللي انا اتكلمنا على قال لي اعلى كتب الفن المسيحي هنا انا انا هنا خدت الموضوعات وقارنتها ما قصدتش بيه يعني الفارس المنتصر اللي بيدوس انا بتكلم هنا قرن خامس سادس لما هو يجي يشوفها من مصر وينقلها يبقى هو بيقلد ماري جرجس او بيقلد مرقس الرسول وهو بالاسد او ماري جرجس وهو بالتنين بيقتل ما قصدتش ان انا اخدها من هنا لما بيجي يصور واحد خصب جدا وواحد مش خصب جدا في الفن المسيحي دائما القديسين خصوبتهم بتاتي من بركتهم مش من قوتهم الجنسيه اما البشر العاديين تاتي قوتهم من كده ده كان المقارنه بس ما قصدتش بيها ان انا ادخلها في الفن المسيحي اهم حاجه بنشوفها في القاعده لوحة لوحة لطيفة جدا الجزء العلوي ممثل عليه ملك يرتدي التاج المزدوج خلف إيه؟ ملكة محمد محمود زحوتي في شار محمد محمود إله أحد مجموعة من الملوك الأسلاف ثم مجموعة من الآلهة والنص مكتوب بالهيروغليفي ثم الديموتيقي ثم اليوناني مرسوم كانوب الأول بطليموس ثلاثة يبقى أنا لو دخلت المتحف وعاوز ده اشتغل وما اشتغلش تراديشنال وادلع نفسي اهو بص يا ود ادي الهيروغليفي وادي الديموتيقي وادي اليوناني جميل طيب اجي اعمل مقارنه ما بين النصين بطليموس ثلاثة بيقول ايه النص ده
النص ده بيقول ان الكهنه المصريون اجتمعوا في مدينه كانوب. بالمناسبه حجر رشيد اسمه كانوب 2 مع انهم اجتمعوا في منفى. ليه يا استاذ عاكف؟ لان اتلقى في رشيد. هنا كان وسيلته بتتم ازاي حضرتك؟ بتتم بطريقه لطيفه جدا. انا دلوقتي الرئيس اول امبارح عمل قرار اسمه تعيين المحافظين. يوم الخميس الساعه 3 الجريده الرسميه اصدرت القرار واصبح على مستوى مصر. الجريده الرسميه كان بيحصل ايه؟ الملك هيصدر مرسوم باي شيء هيتعمل، يبلغ المرسوم لكل الاقاليم وكل الاقاليم تكتبه ويبقى موجود عندك كابي منه. يعني حاجه الرشيد اللي بره انا عندي منه اربع نسخ، منهم واحده جات لي من تنيس مثلا. اذا انا بتكلم على شغل موجود، انه مش حجر كانوب يبقى كانوب يبقى اتعمل في كانوب. لا، كانوب ده اسم الشهره اللي اتاخد دي. ايه هي كانوب؟ في كل مصر يعني. انا لا ممكن ده زي مرسوم هيتدمج، فاعمل يا ابني منشور وعممه يعمم يبقى كل يقليم. وعشان كده هتلاقي اختلاف في الاسلوب. هو بس بيقول له اكتب فيه ان الملك عمل كذا كذا كذا، فكل واحد ايه يقول له طب ما ليه الصيغه، فيروح كاتب له صيغه بتاعته، هتلاقوا فيها اختلافات. طيب بطليموس الثالث يا دكتوره خرج من مصر بعد موت اخته اللي كانت متزوجه من ملك سوريا فيما يعرف بالحرب السوريه الثالثه. في هذه الحرب الملك تركها ورجع لما بلغوه يا استاذ رندا ان الفيضان في مصر جه اعلى من المعتاد وان الناس بدات تثور عليك في الشارع. رجع يجري بطليموس الثالث وقال للمصريين انا بعتذر عن اي خطا حصل. ايه المشكله اللي عند حضرتك؟ اسمح حضرتك استاذ حمدي. عندي انا يا اخي كان عندي مخزن غلال كنت هدفع لك منه الضرائب غرق. استاذ حمدي مش هتدفع ضرائب السنه دي. استاذ حسين والله وانا كمان مش لاقاكم، افتحوا له مخازن الغله عشان ياكل. المصريين احنا شعب شويه طماع، الراجل ورب لنا الباب. اما قالوا له احنا عندنا تقويمين، تقويم قمري بنمشي بيه في المسائل المدنيه والاعياد، وتقويم شمسي هو اللي ماشيين بيه. قال لهم ماشي، تقويم الشمسي ايه مشكلتكم؟ قالوا التقويم الشمسي الشمس بتلف، فالسنه عندنا بتتقسم 13 شهر، 12 في 30 وواحد في 5. فقول النبي يا عمنا الواحد في 5 ده بيجي كل اربع سنين يفرق معانا، وبنلاقي العيد اللي جه في الصيف بقى في الشتاء، فمش عارفين نمشي بيه. قال لهم طب ايه المطلوب؟ قالوا له الخمس ايام دول احنا عاملين يوم لايزيس ويوم لاوزريس ويوم لست ويوم لنفتيس ويوم لحورس. قال لهم كل اربع سنين هيبقى في يوم لبطليموس الثالث. ده اصلاح التقويم المصري اللي اصبح تقويما يبدا. على فكره التقويم ده هيبدا يوم الثلاث الجاي 11/9. احنا دلوقتي في شهر اسمه شهر ايه؟ مصر. احنا في الايام النسيء النهارده، اول النسيء النهارده 1 2 3 4 5 6 9 تبدا، اسف 6 9 يبدا ايام النسيء. احنا في اخر مصر. مصر اللي هي جايه من ايه؟ مسيرع ميلاد الشمس اللي هي الفيضان دلوقتي مغرق الدنيا ورا السد العالي اللي هي قمه اندفاع الفيضان. ده التقويم المصري. هنا لما جه صاحبنا ده قال للمصريين انا هصلح لكم التقويم. قالوا طب والنبي بقى الفرس لما خرجوا من مصر بعد الأسرة 27 اللي دار اتكلم بره وقال بنحفر، خرجوا بعد الأسرة 27 سنة 404 قبل الميلاد، وهم خارجين حبوا يذلونا يا أستاذ الفرس. لما جم يذلونا عملوا إيه؟ قال لك عايز تذل المصريين خد آثار من مكانين، طيبة وهليوبوليس. طيبة وهليوبوليس. وهتلاحظوا حاجة، طيبة لما الأشوريين دمروها وهم خارجين من مصر قالوا ايه؟ التوراة قال ايه؟ يا نينوى اللي هي عاصمة الأشوريين ستكوني مثل المرأة الزانية فأنت لست أعز عند الرب من نو أمون. نو أمون اللي هي نيوت إيمن اللي هي مدينة أمون اللي هي طيبة دي. واحد اتنين، الفرس وهم خارجين قال لك هنرجع على مدينة أونو. أونو اللي هي مدينة، لا أونو معناها ايه؟ العمود أو الوتد، العمود اللي بقت في اليونان الروماني هليوبوليس اللي هي الامتداد الشمالي بتاعها فين؟ المطريه وعين شمس وعرب، امتدادها الجنوبي حر اون. حر اون حر يعني ايه؟ على اون، اعلى اون او على اون اللي بندلعها دلوقتي بنقول عليها ايه؟ حلوان. وحلوان مرتفعه ولا منخفضه؟ مرتفعه، لان انا بيجي حر اون، اون تيجي من المنخفض. وخلي بالك لو راكب المترو دايما، حتى كنا نضحك يا استاذ عاكف اقول له لو راكب المترو من المطريه لحلوان انت ما بتعديش النيل، انت ماشي جنبه، لانك لو عديت النيل رحت منفى.
لكن انت ماشي مع مدينة أون. وعلى فكرة أقدم رمز لعبادة أوزوريس جابوا واحد اسمه جاكي سعد من جنب الحديقة اليابانية في حلوان. يعني حلوان بتؤكد لي انها امتداد ليه أون. المهم قالوا له الفرس لما جم على أونو سرقوا تماثيل منها وخدوها. قال لهم بس كده؟ راح بعت للفرس جواب عايزين كام؟ قالوا عايزين كذا. رجع التماثيل وقال ايه بقى عن المرسوم ده؟ لقد اعدت التماثيل الى اماكنها الفعلية. عارفين اماكنها الفعلية يا استاذ هويدا اللي هي فين؟ اسكندرية. رجعها اسكندرية العاصمة. وده يفسر لحضراتكم لما بتيجي في كوم الدكة وتشرح فوق الاثار الفرعون اللي طلع تلاقي اغلبها الاله اتوم او الاله ست الهة اليوبلس. ليه؟ لان هليوبلس ليها ميراث الاثار اللي اتسرقت وراحت ورجعت، فرجعها ملوك البطالمه حطوها في اسكندريه. يبقى اللي بيجي يشوفها في اسكندريه عرف انها رجعت واصبحت. اللي عاوز بقى يشوف الحاجه يجي للعاصمه الكبيره اللي هي اسكندريه. اللي قال بطلميوس الثاني في برديه فيندوف اللي عاوز يتاجر مع مصر حتى لو كانت التجاره جايه من الهند اسكندريه يروح اسكندريه. بطلميوس الثاني دعايه للمدينه نفسها. هي دعايه للمدينه بالظبط. اسكندريه في العصر البطلمي كانت بريما دون العالم. بيسموه مش العصر الهلينستي، بيسموه العصر السكندري. كانت اسكندريه، اسكندريه واحده من 43 او 44 مدينه حول العالم تحمل الاسم لغايه النهارده. اذا قلت في اي مكان في الدنيا الكسندريه، الكسندريه، في اي حته اول ما بيتبادر يربطه بكلمه مصر. وعلشان كده سنه 194 اتكتبت شهاده ميلاد من مدينه البهنسه. الدكتور جمال اكيد قالها لكم، بهاء النساء لما المسلمين دخلوا المدينه دي شافوا النساء جميله اللي هي اوكسن الخوص البهنسه في محافظه المنيا، كان نسائها جميله فقالوا بهيه النساء وجت منها كلمه البهنسه. برديه بتقول ان دي شهاده ميلاد لولد، كان لازم الولد او اي طفل يتولد في اي حته من مصر توثق شهاده او توثيق الميلاد يا استاذ شريف. عارف فين؟ في اسكندريه. فبيقول الكسندريه ادى جبتم الاسكندريه على شواطئ مصر. الكهنة هنا بقى سنة 237 اجتمعوا في كانوب. كانوب اللي هي دلوقتي ايه؟ ابو قير. كانوب اللي هي ايه؟ كانوب تل الدهب. ابو قير اللي هي معنى حد مسيحي؟ اللي هي بو قير. بو يعني ايه؟ مكان. قير القديس قير اللي مات هناك في القرن الخامس. ده يفصل لك لغاية النهاردة كتير من اخواتنا المسيحيين يحبوا يعيشوا قريب من ابو قير في اسكندرية، لانه مكان يحمل بركة وقدسية كبيرة. اجتمعوا وقالوا للملك كل الحدوته اللي انا شرحتها دلوقتي مكتوبه هنا، وفي نهايتها قالوا ان ده هيتثبت في كل اجزاء المعبد ويتعمل منه اجزاء يكون مطهر ومعمول، وان الملك من هذه اللحظه هو ملك يورجيتيس، ملك خير، ملك نظيف، ملك طيب. ده مرسوم كانوب واحد بتشوف فيه ازاي كان التعامل ما بين المصريين وما بين البطالمه في مصر. اهميته زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه لي انا وبالنسبه لحضراتكم انك هتقدر من خلاله تقارن ما بين كانوب واحد وكانوب اثنين وتاخد سياسه المرحله وتقدر تشتغل عليها. والاجمل ان كانوب اثنين او حاجه رشيد ده مش الاصل، انت بتشتغل على الكوبي، لكن انا بوريك الاصل من احد الاماكن اللي جالي. لا مش هنا، مش هروح في سؤال تحت امرك يا صاحبي. بالنسبه للسرابيس السبع خطوات اللي بتتزن دول اللي خيرات النيل. الخيرات النيل واحده باحثه في متحف اسكندريه اللي انا بقول لك قالت لي ان الخمس خطوات دول اللي هم الخمس احياء بتاعت اسكندريه. ايه سبب؟ في الوقت اللي اتعمل فيه سرابيس ما كانش احياء اسكندريه كتير، وكتير بيظهر الخصلات داخلين بالطرفين اللي هم سبعه. السبعه دول بنسميهم احنا قرون الخير. قرون الخير السبع او القرون، وده لقب من القاب سرابيس حامل قرون الخيرات السبع. واحيانا كنت تلاقي على راسه السله اللي نازله ونازل منها السبع سنابل. يبقى بيسموها سله الخيرات بسنابل. يعني الخمس احياء سبع هم لا قد يكون اجتهاد لكن يعني راسه اي حد. لا بقول لك بص كل راي خطا، راي خطا يحتمل الصواب وغير صواب يحتمل الخطا. لكن احنا هنا كلنا لان احنا بنشتغل على علم اسمه النبي. دكتور انا حضرتك لما بتقول ان هو سبع اطفال بتمثل سبع خيرات، في نصوص كده، هل هي بقى الخمس؟ وخلي بالك ان في المرحله دي كنت لازلت بتعامل مع فروع سبع للنبي. جميل. هل هي بقى بتقول خمس احياء بقى؟ اجتهاد، مفيش اجتهاد، ما عنديش نصوص تربط ما بين اسكندريه وكذا. ما عنديش محدود علمي انا.
بص مثلا هي زيوس لما يتمثل، شايفين الحاج زيوس؟ طيب طبعا لما يجي لي برضو دي من الحاجات اللي الواحد رأس أسير وتأثير الفن الروماني. كل اللي أنا شايفه دي أفروديت كلاسيك، كل العاري لأفروديت أفروديت الهيليستية، لما الفنان خلط ما بين المصري مع بلاد اليونان ظهرت أفروديت بهذه الملامح الأنثوية. لكن ملاحظين هنا منطقة السرة، عمري ما كنت بلاقي السرة المصرية الداخلة في داخل الشكل. تمام؟ طيب لو قرأتم هنا هنلاحظ ملاحظة جديدة، أنا بقول أبو البول الأنثوي على الجانب. اللوحتين دول لو انت عايز تشرح تاريخ انت بتشتغل هشتغل عليك. شايفين عامل ازاي اللوحه دي؟ واحد داخل بص عامل ايه، ماسك السيستروم ومع السيستروم جرى الحصان، واللي جاي قصاده امون وموت وخلصه قاعدين بيقابلوه وماشيين معاه، وناس راكعه بيقدموا الابتهال لامون مش للملك. وبعد كده بيجي الملك يتكلم انه في السنه 23 من شهر الفصل الاخر تحت حكم ملك مصر العليا والسفلى محبوب امون بعنخي، لوحه الملك بعنخي ده موليش ربنا يخلينا خالص، لوحه الملك بعنخي العصر الكوشي اسره 25 دخل لمصر الملك بعنخي وقال هنا. لاحظين دخل لمصر ايه؟ مش غازي، دخل لمصر راكع هو وولاده، ولاده اللي بيتكتب اساميهم هنا شكا ووابن، دول اتنين من الاحفاد او الابناء، وهو داخل بيلعب بسيستر ومزيكا. علشان كده كان اخونا العزيز، انت معاك حق على فكره، انت صح، انا بس هي بس انت عارفه ايد في ايد حبوها في الشغل، هي حاله لا اراديه عندي. علشان كده اخونا العزيز بعنخي لما دخل اللوحه دي قال فيها لقد اتيت الى مصر حاجا الى امون مبتهلا اليه داخلا الى ابت شوت مصليا امامه، فاني لك ايها الاله العظيم كاهنا اطهر. تمام؟ واوصيكم بان ترتدوا يا ابنائي، انا بشرح اللوحه، بان ترتدوا الرداء الابيض، تلبسوا رداء ابيض. واوصيكم يا ابنائي بألا تحاربوا اعداءكم ليلا. ده ذكاء مني. ليه؟ الجماعة بتعقوش سود، لو حارب بالليل هتبقى هي نقطة القوة للعدو كده هجيبه، يبقى لا تلبس ابيض كأنك حاج بالنهار وما تحاربش بالليل لأنه هيكشفك عدوك. وعلى اللوحة بيقول كده، هو ما قالش طبعا، بس هو يعني أنا بفهم من كلامه ليه ما يحاربوش ليلا. اللوحة دي بتقول إن الأسرة دي حكمت، بعد كده جه ولاده من بعده ابتدوا يكملوا، يعني على الكتفين بتوع معبد الأقصر الكتفين وانتوا داخلين، على ايدك اليمين الكتف اليمين عليه نص طويل لمين؟ لشباكه، الملك شباكه بيقول فيها انه جدد الواجهه بتاعت معبد الاقصر. بعديه بدا الفرس يجوا، وجالي ملك من بابل من اشور اسمه الملك سنخريب، وبعد كده جالي اسر حدون وجالي اشور بني بابل. مين اللي كان واقف لهم؟ الراجل اللي على اللوحه دي. اللوحه دي التذكاريه للملك طهرقة، الجنب من اللوحه دي طهرقة بيحكي عليها زين، بيقول فيها ان انا جيت مصر مع ابويا وعشت هنا في رحاب الالهه وكنت باحمي مصر، وانا باعلن وبقول ان الخير جه لمصر كله من الفيضان لان الامطار جاءت اعلى من المعدل المعتاد. للمره الاولى في التاريخ اقول ان الفيضان جه عالي لان المطر جه زياده. علميا صح، لما المطر بينزل الفيضان بيزيد علميا. احنا الاول كنا نقول لا خنوم وايزيد
ونبع النيل وحاضي والكلام ده، لكن اول مره على اللوحه دي تهرقه بيحكي دخول المصري واعماله وقال المعنى المعنى العلمي الصحيح. اتفضل. لا النص كان سليم هنا. النص احنا بنعمل ده، ده النص ده طب يقرا كمان. النص ده لما بيجيبه بنبدا نعمل له حاجه اسمها فاكسين. في ناس شغلتها كده انه بيقعد يقرا ويشوف العلامات، بيبدا يقارن العلامات وبيبدا يعمل دي ورقه كلب مع كربون، يبدا يمشي العلامه دي ممكن توصله لفين. قرايه الجزء ده ممكن ياخد 6 شهور. اه طبعا انه يعتمد على يا جماعه يجي بقى كده. انا وانا واقف لو عايز يسالني على حاجه وانا ان شاء الله اتفضل. وانا هقف مكاني مش هتحرك عشان لو حد يسالني. حد شاف هنا الحصان بتاع عندي؟ كلنا شفناه؟ لا لا لا. وايه ده ممكن حد يضربه؟ وايه ده ممكن؟ الدنيا فاهمه. اظن في 34 قال لهم يا خوف يلا يا شباب مفيش كله شايف خلاص. اللوحه دي اسمها لوحه ارضيه جامع شيخوم. اللوحه دي اسمها لوحه الايه؟ الوالي. كتبها بطلميوس ابن ليجوس وقت ما كان والي على مصر. قال ايه على اللوحه؟ قال ان في السنه السبعه الخصبه وجه اخر في فصل الفيضان خرحم انحر من حكم حر. بتاع مين ده؟ بتاع مين الموبايل ده؟ ده حد مسيح. مش دي ترانيم؟ دي ترانيم فعلا. معانا مطبخين فين؟ لا مش فين، بتاع هوايل. هذا انت بسمع ترانيم يعني كلنا اقباط. طب يعني ايه المشكله يعني؟ طيب نكمل. لا ترى يمكن كانت حلوه مش ترى دي كانت ولا لا؟ مش عارفه. احنا معتمدين عليك، كلنا مسلمين ارثوذكس. لا ما هو ايه شويه شريف يقول لنا مستر تحت حكم حورس حول. شايفين هنا الطفل وصل بحت عظيم القوه نبتي مريني تيرو ريدي ان اف ياوود اللي حط كل الدنيا لابوه العظيم. مين هو؟ الكسندر الاسكندر العظيم اللي عمل لابوه العظيم مين؟ الاسكندر. جميل. مشي بقى معايا يا استاذ الفاضل وقال ان الاسكندر عمل ايه بقوته كلها. بصوا بقى الاسكندر عمل ايه هنا. ايرن اف النص السطر 1 2 3 4. استاذنكم السطر الرابع ده بالنسبه لي مهم جدا. ماستر بيس دي تشرح عليه حاجات كتير. اير ان اف هو عمل غينو عمل هي ميد غينو اف المقر بتاعه غينو اف ساي مقره البا با قدت با قدت الريفيدنس او الجدار ان نشود ديتي ملك مصر العليا والسفلى ميري امون سيت الامراء سارا الكسندرس رن اف حر سبر اسمها بيصل فين؟ واجور بيصل لغايه البحر الاحمر والبطاط. المدينه دي اسمها ممتد على طول الاخضر العظيم اللي هو البحر الاحمر والمتوسط. معايا؟ حاو نيبو وجزر بحر ايجا. شايفين هنا الره وتحتها شرطه والعين وعلامه البنى راعقدت راعقدت رن اف خنت اسمها القديم راكوتيس. ده اسم اسكندريه لاول مره بيظهر عندي على لوحه الوادي راعقدت. يعني ايه راعقدت؟ راكوتيس اللي معناها ايه بالهيروغليفي؟ اولا هي مش راع. لاحظت انا قريتها ايه؟ راع. ولما جينا عملنا المحاضره يا عاكف قلت ان الر بحط تحتها شرطه. هي مش راع، هي راع معناها ذا ليميت اوف بيلدينج حد البنى او الحوش. راعقدت معناها الحوش او الفناء بيسموها بالفرنساوي الشانتييه، بيسموها بالانجليزي ذا كورت ذا سيتي اوف كورت مدينه الفناء او مدينه الحوش. هنا اسمها القديم راكوتي وبيبدا بعد كده بيقول لي حدودها 30,000 مع
هتيجي الممتدة بالسمسم اللي هي أسماء الخيول اللي هتجيها اللي هيدخلها الخيول الذهبية واللي هتمتد وبيبدأ يكمل لي اللوحة. بس بيقول إيه؟ إنه كمل هنا على اللي بدأ ملك مصر العليا والسفلى اللي أعطاها المكانة دي ملك المصري اللي اسمه سنن إنراء ستب إنبتاح خباباش. حد سمع عن خباباش ده؟ ده ملك مصري دلوقتي نقول بينكم سنة يا أستاذ عاكف الأسرة 31 حكم وطني مصري حكم 4 سنوات قبل ما بين فترة خروج الفرس ودخول الإسكندر العصر الفارسي الثاني. الفرس بعد الأسرة 30 جولي 343 خرجوا 334 أو بدأوا الثاني. في الوقت ده ظهر حكام وطنيين مصريين كان على درجة من القوة في السيطرة على البلاد. كان منهم هذا الرجل اللي اسمه بيظهر على رابع تابوت على ايدك اليمين وانت بتشرح توابيت السرابيس في السرابيس بتاع سقارة. ان التابوت ده عمله الملك ده اللي هو الملك خباباش الملك العظيم خباش اللي كان ممتد بقوته لمدينة بهوة دب اللي هي بوتو اللي هي صال حجر آثر اللي هي مدينة بوتو اللي هي في كفر الشيخ اللي هي سخن. اللوحة دي هي اللي بنعرفها بقى يا جماعة وبيقدم فيها الملك بيقدم القرابين. وملاحظين هنا عمل ايه؟ ساب الخرطوشين فاضيين ما يقدرش يحط اسمه كملك عشان كده سميناها لوحة الايه؟ الوالي. لا قادر يحط اسمه ولكن هو اعتبر ان الهيئة الملكية هي التي تقدم القرابين. وهنا كل كلامه بيقدم باسم ابو الاسكندر وبيقول ان احنا مشينا طبيعي وان احنا تولينا الحكم او استلمنا الحكم مش من الفرس استلمناه من المصريين. هنا لما جم البطالمة عاوزين يوقعوا فترة الفرس ويقولوا ان احنا مع نسل المصريين علاقتنا وعشان كده بجلوا الشخص المصري اللي كان مقاوم للفرس اللي هو مين؟ خباباش في عصر الاسرة اللي هنقول اما 30 بلس او زي ما البعض دلوقتي بيحب يقول الاسرة 31. دي واحدة من اشهر واخطر لوحات المتحف المصري لان غير التاريخ خالص. اللوحة دي بتحكي لي وجود اسماء ملوك مصريين. احنا مثلا يعني انا باجي لغايه استنبه الثاني واقعد اذكره واقول الاسكندر. لا بوريك هنا دلوقتي خباش وبوريك ان خباش الاسكندر البطلمه لما جم قالوا احنا اشتغلنا على اللي عمله خباش. تمام؟ يعني احنا بنعمل الاسكندر عمل مدينه اسكندريه السطر الكام؟ الرابع. النص ينتهي النص بعلامة الراجل اللي كانه واقف زي بتاع الفخار واقف قدام مبنى ورافع رجله ونازل ده اسمها ركبت. وحكينا هي عاكي. تمام؟ اللوحة دي زي ما قال حضرتك بتقول اللوحة مش بتغير التاريخ. اللوحة بتوريني المفاهيم اللي أنا بقدر أشتغل عليها في ترتيب الأسرات المصرية. إذن إحنا ملاحظين النهاردة إحنا اشتغلنا حاجتين أو 3 حاجات. اشتغلنا ديانة، اشتغلنا فن، اشتغلنا تاريخ. دي ميزة الجزء الجريكو رومان في المتحف او الجزء البطلمي الروماني في المتحف اللي احنا ما بنعملوش مع الجزء الفرعوني. الجزء الفرعوني انا دايما بقف بصوا ملامح الوش، بص الملك ماسك ايه، بص الملك بيعمل ايه. قليل لما بتكلم على ملك زي خوفه اقول اصل حرم التماثيل لبعد دي لبعد اقتصادي بدخل في الحته دي. لكن في الطبيعي ان انا بشتغل فن اكتر. المنطقه دي لما الاستاذ شينا بالصعود مره والاستاذ هويده والاستاذ احمد لما اتكلمنا اكتر من مره احنا عملناها يمكن دي رابع مره نعملها لكن دي اول مره اعملها مع القط دي وده اول مره اعملها بالعدد ده. دايما بيبقى العدد حوالي 6 يعني انا كنت متوقع ان هي 6-7 كالمواصفات. يعني انا بشكركم طبعا على ثقتكم يا رب اكون قدها. طبعا يا دكتور. اللي انا اقصده ايه؟ ان هنا حته غنيه انك تتكلم فيها. يعني بص التمثال اللي ورا حضرتك ده مثلا يا جماعه ما شافش كلمه راكو تيزي اتفضل يجي لي وانا بس عايز اسمع ايه عشان الناس اللي شافها يتفضل ورا واللي ما شافهاش اتفضل. كلمه راكو تيزي تعالى ما شافش اتفضل. خلينا نبدا من اول. شايفه دي شفتها يبقى تعدي من اول ايه وامشي. تمام ماشي. شايف هنا الريح وتحتها شرطه والعين والراجله وعلامه المدينه. ادي دي راح عقدت دي علامه المدينه. المدينه اللي هي المدينه في اسكندريه. ركوتيس. تمام؟ مش راح راح. لا مش راح دي راح. دي بريفكس معناها ليميت اوف. معلش يا دكتور حافظ اسمعك تاني يا لهوي يا ويلي.
ليه؟ رقم الصالة 24. الأخضر العظيم اللي بيحتمل كل مياه النيل والبحر الأحمر والبحر المتوسط. حاو نبو وجزر بحر إيجيبت. حاو دي علامة حاو. حاو دي واو. ونبو هي حاو نبو جزر بحر إيجيبت. راعة قدت اسمها الآن اسمها راعة قدت. رن إف غنت اسمها السابق كان راكوتيس. طيب هل انا كتبت اسم اسكندريه بالهيروغليف اسكندريه؟ في نص بطلميوس الخامس في فيلا بطلميوس الخامس في فيلا خرطوش هتلاقوا الاسكندر وبره اسم الاسكندر حاطط ت وعلامه مدينه علشان كده بينا على فيلا بقى يلا بينا على فيلا يا طيب في فيلا معرف فيلا في على عارف اللوحه بتاعه دي داموس اللي هي بطلميوس الخامس كرسها لكهنه المعبد اللي لازقها في جزء من اللوحه دي بيقول ان هو طور من المدينه لغايه هذا الاكل ما وقعتش ما حدش اهتم بيها ما حدش خلاص يا لسه يا فندم التمثالين دول انا حاسس بمتعه وانا بمثلهم لان دول اللي احنا بدانا بيهم كلامنا الصبح الرئيسي وقلنا مصر تاغرقت قبل ان ياتيها الاغريق التمثالين دول ايه رايك فيهم ملامح الفن مش مصر قديم ده مصر قديم ماشي لكن بقى مصر قديم ما بيعلنيش منطقه الصدر ايه منطقه الاسمه دي في الفن ما بتظهرش اللي هي اظهار النسب التشريعي هنا اظهار النسب التشريعي شوف دي هنا عضله الكتف دي ما تظهرش اظهار ملامح العين ده 26 ده انا بتكلم في اسره كام 26 عصر الفاو اللي ابتدوا يشتغلوا القعده بتاعت الكاهن جلسته دي جلسة كاهن بيؤدي العمل بتاعه الملامح هنا مصر قديم لكن غلبت على ملامح الوجه بعض السمات الخارجية وغلبت زيادة في إظهار التفاصيل التشريحية اللي ما كانتش ظاهرة عندي في الفن المصري إضافة إلى أن الفن المصري بيعتمد على حركة الثبات إلا نادرا الفن هنا في حركة أكتر الحركة أكتر حتى بتظهر في الجلسة ودي ظهرت عندي بس الجلسة هنا مختلفة بحركة الإيد الإيد بتفاصيلها الكاملة الراجل بيتكلم على نفسه بشكله الكهنوت الوظائفي عادي جدا ده كان كاهن استفايس للأسرة 26 هنا المرحلة دي بدأت تظهر عندي زي ما قلت لك السمات التشريحية مش مصرية لو جيت وراك مثلا تلاقي التمثال اللي بيقدم الناووس التمثال اللي بيقدم ناووس او التمثال اللي بيشيل تمثال قدامه او التمثال البلوك ستاتيوس اي استاذنك لو تصور من غير فلاش لو بالضبط طيب ناخد بقى غير الجلسات المصريه نتكلم على التماثيل اللي شايل ناموس اللي شايل تمثال البلوك ستاتيوس النوعيه دي من التماثيل يا استاذ عاكف اسمها ايه بالهيروغليفي اي تمثال اسمه بالهيروغليفي سن أو توت توت عن خبون صورة أمون الحية سن يعني تمثال صورة أو تمثال إلا التماثيل دي اسمها إيه التماثيل دي؟ اسمها حسي ها؟ سين يه يعني إيه حسي؟ يعني المبجل حسي راع المبجل لدى راع مش كده عاكف؟ اللي هو كده طيب دي أول حاجة يا دكتور إنها تماثيل تعني المبجل ده نمره اتنين هذه التماثيل لا يمكن الاقيها الملك لازم الاقيها دايما للافراد ثلاثة هذه التماثيل لا يمكن حلاقيها الا في معبد مش هلاقيها في معبد يبقى ثلاث حاجات على التماثيل الكتله خلينا نشتغل ان الكتله هي الاساس اللي خرج منه كل دول انها مبجله لا توجد الا الافراد ولا توجد الا في معابد طب ليه يوم يقول لك يا استاذ عاكف ان من مسموح له أن يدخل المعبد؟ الكهنة؟ لا الملك والإله والملك هو كبير الكهنة الكهنة الباقيين يدوا الملك هو يعمل طيب أنا راجل غلبان وربنا بيحبني والملك راضي علي خش يا خالد المعبد بس مش هتقف ده أنت تقعد في أقصى أوضاع التعبد راكع على الأرض
تاخد جزء من الحتت دي نشوه القرابين اللي بتتقدم تترميلك. فهي الافراد في اكثر اوضاع الاذلال وليس لها علاقه بانه سهل ان اكتب هيروغليفي او سهل ان انا انحى التمثال، لا، من اسم التمثال اقدر اطلع بوظيفته. وكل اللي مكتوب على التمثال يقول لك ان كائن، يعني على روح فلان. فمسموح للشخص ده انه يقعد جوه المعبد. وده هنا التفسير بقى الجديد اللي نقوله على تماثيل الكتله. او ما نادي في المعبد عايز ادخل الاله ومش عايز اقعد بكتله، او ما شيل تمثال الاله. 90% من الاله اللي بيبقوا في الناموس اللي انا هقدمه كتمثال هو اوزوريس، هو الاله اوزوريس. عاوز اقول انا خادم بتاع اوزوريس، انا كنت مع حر، انا من الشيميشو حر، انا من اتباع حر بقدم، استحملوني والنبي. فالناس ترضى عليا وتقدم لي وتقول لي ماشي، او انا تابع لهذا الاله. لكن يا دكتور انا ده كاهن استايل فيلم تمثيل ظاهر في الدوله القديمه، ده ظاهر معنيه عن خراع. بس خلي بالك، خلي بالك معنيه عن خراع رغم دي مش متنيه، معنيه عن خراع رغم دي مرفوعه. وانت فاكر زمان وقائم كده والكائن لا الكائن قد قاعد القائم القائم كده القائم قد اللي هو اللي هو الكائن لا ده قاعد وضع صلاه، ده وضع تعبد. لكن الثاني التفسير اللي قاله ألتن ميلر في الكتاب بتاع الفن بتاعه ولغايه دلوقتي، قال لك ان الفنان لما بيجي ينحت بياخد بلوك حاجه ويشتغل عليه. فوانا بنحت باجي على النهايات انا ورزقي، فجي في النهايه ولقى القاعده مش سامحه انه يحط التايتلز بتاعه، فراح حرك الرجل، حركه الرجل كانه رفعها عشان يكتب الغليفه. يعني هي مش جلسه، لان انت لو قعدت طبيعي هنا يقعد طبيعي صح، هنا تقدر تقعد دي قعده ابويا الله يرحمه رحمه الله والعمر لابائنا كلهم. لكن القعده اللي هناك دي مش قاعده طبيعيه، ده لو قعد القعده دي خمس دقايق. حتى ان البعض قال لك ربما كان مريض، دكتور عاير قال مريض. طب قريت اللقب الهيروغليفي بتاعه كان ايه؟ طبيب، طبيب الملك. بيت بيت النجار بيخلع طبيب الملك اعرج، هي ناقصه. تمام، فهمتوا حاجه؟ نعم. لا حد ده مش لا ده لا ده التمثال، التمثال بي ده التمثال نص هيروغليفي. التمثال بتاع اللي انت تقصديه ده نص هيروغليفي. حتب يعني ايه؟ اللي في ايده. خلينا نمشي. حتب يعني ايه؟ قربان، اللي هي الفاست دي اللي هي الايد اللي بتتقدم، وده النشو ده تبجيل اكتر للملك. طيب الراجل ده حاجه غريبه. استاذ شريف شايف الراجل ده كويس؟ شفتوه كلكم كويس؟ كلكم شايفينه؟ شوفوا الراجل ده. طيب اللي ما شافش ده يشوفه كويس؟ شفتوا ده كويس قوي؟ شوفوا ده، ده هو ده، ده هو ده. اول ما التمثال ده طلع اللي اكتشفوا مش انتوا داخلين الدير البحري بعد ما بتعدي من صمت الزوار، يبقى على الشمال في مقبره قطب لا للدخل الكبير في الجبل، دي مقبره التمثال. كان الكاهن الثالث قطيبه في الاسره 25 عمل واحد اسمه نيكلا كتاب عن منطمحات، كتاب كامل. فقال في على التمثال ده قال جملة غريبة قوي يا استاذ هويد. قال لك من طمحات، قال لك من طمحات التمثال ده ناقص عليه حاجة واحدة. ايه يا عم ايه يا عم ديكلا؟ قال لك ان من طمحات تحط له حية كبرى هيبقى ملك. حية كبرى يبقى ملك ده. مش طبعا صور كده. الوفا الشنديد وعليه القاب اللي في ايده المراسيم بتاعته. بص واخد هنا ايه؟ حمنتر أربعة، الكاهن الرابع. الإيمن حات إن، إيمن حات إن أو حات يا إن واسط النيوت. بصوا هنا برضو، بصوا بقى هقول حاجة وكأني ما قلتهاش، كأنكم ما سمعتوهاش. النهاردة بعض التفسيرات اللي بتتكلم على الخروج تتحدث عن طيبة وأن الخروج تم منها، لأن النصوص المصرية لم تذكر مكان واحد في مصر باسم المدينة مجرد إلا طيبة. فربطها بعض الناس. التوراة لما جه لسه قايل الآية من شوية لما قال يا نينوى ستكون مثل المرأة الزانية فأنت لست أعز عند الرب من نو أمون، اللي هي مدينة أمون نيوت. القرآن قال وجاء رجل من أقصى المدينة. قيل دايما إن كلمة المدينة لما تذكر في الكتب السماوية يقصد بها طيبة. إيه الدليل؟ إن لما جيت أتكلم بقول إن هو الكاهن الرابع إيمن حاتعاء لأمون، الكاهن الرابع لأمون حاتعاء النيون، العمدة بتاع المدينة منتو إمحات.
معخرو منتم حاد صادق. شوف الشنديد والهيروغليفي بتاعه الكاهن الرابع نفس اللي كان بيتحط للملوك. بص هنا يا استاذ شريف، دي ما تظهرش عندي في الفن المصري، القصبه دي او الاسمه دي ما تظهر. خفرع وهو قاعد يا جماعه لو فاكرين، خفرع دي مش ظهره، خفرع دي حته واحده. انا في العصر المتاخر بشتغل مع التناغم في الحضاري، العنصر الاجنبي ده ابتدى يصور لي السمات التشريعيه. هنا بلاقي من طمحات لما شال الباروكه، اذا الهيئه الطبيعيه في الجامعة هي الناحية التشريحية باينة عن الدورين بشكل عادي. تمام. عضلة السر تقسيمة نفسها بتاعتك. تمام. مش عامل يمكن كده. خلي بالك خلي بالك، أنا ممكن أوريك هوريك حاجة تانية للكورة. لا معاك موافقة، هوريك حاجة تانية للكورة. أول تمثال وقفنا عنده أنا كنت شايف أنا وجهة نظري اللي هو اللي فوق ده؟ أول واحد اللي هو البطلمي اللي هو فوق الكبير. أنا شايف إن في خطأ في الجزء العلوي من البطن، يعني البطن تحس إن البطن هنا أعلى من البطن تحت. لا طيب احنا عمال بص هنعمل حاجه، انت كده ليك في ذمتي حتتين. لا 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 بص يا جماعه الفكره في قطعتين دي وواحده ثانيه اللي انت قلت لي الصندوق اللي انت هتشوف او اللوحه الجرانيتيه. احنا يعني احنا قدامنا بالظبط حوالي ربع ساعه ان شاء الله هنرجع كده نحدد لا افطار انت يعني على الجامعه. ايه ده معانا يا دكتور؟ هنشوف بس نخلص الاول. عايزينكم لا انا هدفع وامشي. ده انا هحذرك بتنجين. انت بتاكله فين؟ بتنجين. هتاكله فين؟ في الفيلم. يا ولد انت طول وبعدين الحاره اللي وراها نضرب شاي ونمشي بقى. طيب من طمحات لما خلع الباروكه بتاعته ظهر بالشكل الطبيعي، لكن على فكره قيس الفن في الوش ما تقيسوش بيه هنا الفن لانه اتصور بالشكل الطبيعي. الباروكه لبت الجزء ده فاظهرته هنا، لكن دايما ده يعلمني حاجه ان الباروكه دايما بتديني الهيئه الفورمه او ان انا هتصور بشكل طبيعي وبشكل رسمي. دي باروكه يا دكتور؟ لا ده الشعر الطبيعي اللي هناك اللي هناك حاجه زي النمل. لا ده هنا الشعر الطبيعي ده هو اصلع من هنا، ده الشعر نازل في الجنبين. لا ده هنا عامل زي ايوب الطبيعي زي ايوب. طيب اذا انا هنا بتكلم على ملمح من ملامح العصر المتاخر اللي هي فيه كان الاغريق تدخله معايا تدخل معايا بشكل كبير في هذه المرحله. يعني لما اجي هنا مثلا بشوف هيك ده بسماتيك سن ده موظف من سقاط مسمى بسماتيك سن اما خو خير حطحور المبجل عند حطحور سنر واعي الحامل واوا الراجل اللي اسمه بسماتيك اسمه تحت وشايفينه بين سين وميم وسين وكاف إميرات في جوتي المشرف على الأختان. طيب بص حضرتك هنا لمنطقة الجسم وتجسيمة الجسم نفسها من النص. واحد. هنا حضرتك عند منكور. عشان بس قبل ما انسى الحتة دي. عند منكور. أنا ممكن أوريك عند منكورة حاجة تانية. الملكة خاع ميرير ليبتي في نفس القاعة اللي فيها منكورة في نفس القاعة اللي فيها راح حط بونفلت على اليمين. في تمثال لواحدة ست من غير راس. التمثال لابسة رداء هو الهيباتيو. ومكتوب على القاعده خاء ميرير ليبتي اللي ماتشو اليوناني بالثنايات بالبليسيهات. هنا لما بتكلم على حاجه بتكلم على حاجه عموميه ظاهره، قد تكون ظهرت مع منكوره وما ظهرتش مع غيره بشيء في الخصوصيه. واخد بال حاجه؟ لكن العموميه اللي ظهرت بعد كده يمكن ده اللي انا كنت أخذ. طيب هنا بص ليه حتحور ده مش سن ده اسف ده مش سرابيس دي حتحور. بص للبقره هنا بص ليه الودن. يا جماعه لو سمحتوا ده محاضره خاصه فاللي مش موجود فيها يتفضل. استاذن حضراتكم بعد اذنكم. اي حد مش مرشد يا جماعه يتفضل ما تقلقش معانا اي حد مش مرشد سياحي يا جماعه. لا كده تقريبا احنا كلنا كده كلنا موجودين مظبوطين كده الله ينور. طيب هنا لو بصيت عاكس من عندك شوف هتحور الجسم بتاعها لا غير اللي بيرضع منها. لا هو مش حاطط لا لا هتحور طبعا. لا الاهم من كده بص عند الظهر البقره من فوق العظمه اللي طالعه هنا التفاصيل الضلوع التقسيمه دي الحاجات اللي انا اقصدها ان هي دي ما ظهرتش عندي مره قد تظهر مره حاله لكن هتبقى عندي من دلوقتي وطالع قاعده اساسيه انا بشتغل.
خلاص هي ده اللي انا قلته في البدايه، التأغرف قبل ان يكون الفن كله جديد. بس خلي بالك الفنان المصري كان ابن ابي، بمعنى انه لو له مزاج يعمل فن مصري بيور هيعمله. والدليل يا عم هاتف انه لما يروح يدفو ويدفو، يمكن في حاجه مهمه اتكلم عليها، ان يدفو هو المعبد الوحيد البطلاني في امريكو زد، مش كده؟ اه. ليه؟ والمعبد ده اول ملك اتعمل له، نسيت اقولها انا واحنا بنشرح بطليموس الثالث، اللوحه بتاع الكروب واحد، لما راح قالوا له موافقين انك تشتغل في الصعيد، وابدا بيدفو معبد حورس. وجم البطالمه كمان، لما جم الرومان المصريين سالوا اوكتافوس نوى عليها الولايه، قال لهم ان مصر ولايه رومانيه ذات طابع خاص، وعملنا عمله كتبنا ايجيبتا كابتا سقطت مصر ومش عارف ايه، بس مصر ولايه عايزين نبني، نفضل نبني، بس ادخل روح بنضرب حط حوض، روح فيها، روح كومنت، روح يوفنت، روح اي حته الا ادخل. ليه؟ مش هتسمح لك انك تكون حورس، لان حورس يحكم العالم من مصر، تحكم مصر كجزء من العالم من روما، وعلشان كده كان اطلاق المعابد المصريه او اطلاق المعبد المصري تحديدا في ادخل حماية لقدسية العاصمة المصرية وقدسية الملكية المصرية طوال التاريخ. عشان كده لغاية النهارده ما نلاقيش نقش واحد روماني في إدفو موجود في كله. لما جه يعمل دير المدينة، بصوا في دير المدينة المناطق بتاعته، ومرة كده في شهر 11 ولا حاجة ممكن نعمل محاضرة عن دير المدينة. احنا الشهر ده زيارة بقى يا دكتور، احنا الشهر ده الحقيقة أنا عامل محاضرة اتطلبت مني إني أعملها زيارة. هعملها زياره ان شاء الله اكتر من، بس حبيت على يوميه مرشد سياحي فقط. يوميه يعني هنجيب كل مناظر المرابط او الماستر سين بتاعت المرابط ازاي افسرها مع شرح العناصر الهامه في المجموعه المعماريه للملك سوسو. ان شاء الله هتكون يوم 19 سبتمبر في الكابتن دي اللي هي صالون الارض. نعم؟ طيب احنا بنعمل حاجة كده نعمل جوست باس دايما الاستاذة هند بتديني على حاجة لطيفة هي والاستاذ احمد والاستاذ احمد سالي والاستاذ ياسر كاميرا هنا اسئلة حاجة لطيفة معانا بعد ما تنهي المحاضرة بنزل المحاضرة على الكمبيوتر بتتاخد فلاشة بيزيد عليها بقى ان زين كمان دلوقتي بيكرمنا بيصور المحاضرة كلها وبينزلها على اليوتيوب كده متاح فاليوتيوب انا محاضرة اسكندرية نفسها انا مجهود ده في ناس كتيرة الحمد لله بيقولوا ان استفادوا منها اتكلمنا على طيب اذا الفن هنا وعناصره شغال عندي بالسماد والحديد نطلع مع بعض كده دي النقطة اللي انا بص كده على الشاشة اه بعد الصدر على طول هتلقى ان البطن نفسها الرئتين كانهم شهرين ظهره يعني دلوع. مش نفس الدلوع زي بتاعت البني ادم الطبيعي تمام هي البطن من تحت وبعد كده بتطلع بشكل مثلث دي الايه دي الامتداد بتاع الكوراي بعد كده في الفن اليوناني اللي احنا شفناه في التماثيل اللي وريتك منطقه الحوض لما وريتك الحوض والهنش الحوض من هنا دي ما يعني انا ما شفتش تمثال عالي مصري حتى اما قارنته لان ما عنديش تمثال عالي مصري كتير ما اثرش ابدا ان انا العراء هنا ان يصور لي منطقه الحوض دي ما اتصورتش كتير دايما يبقى لابس الشديد تمام ايه الطريقه الصح لتنظيف التراب ده يا دكتور ريشه ولا ايه بيجوا بريشه وحاجه وقطن بس انا بشوف بالاسيت بالفوطه او بتيجي الصوت امسح لا تجادل ولا تماطل اخ علي شرف يعني نشد على ايدكم اللي بتسوي صح واحنا بنشوف اثاركم في بريطانيا وبنبعد بشوش السياح بنص ساعه ساعه انت ولحظه صغيره بس في بويه بتضرب فوق دلوقتي والاثار دي عظيمه هقول لك نقطه بويه تنزل لا هو ما بيشتغلش بويه دلوقتي والله بيشتغل بيشتغل هقول لك انا جيت المره من يومين كنت هنا وانا بذاكر للمحاضره دي جيت من يومين بيعمل بويه طيب بحب دايما اختم التمثال ده وتتشرب فيه الثاني دايما يكون ده نهايه الشغل بتاعنا لكن هرجع تاني كده يعني احنا المفروض نخرج كده فهرجع تاني كده مع الاستاذ شريف ولو في حد عنده اي ملاحظه واحنا ماشيين احنا برضه بالمناسبه خدنا الماستر بيس يعني ما خدناش كل حاجه في تمثال هنرجع ناخده ننسيه واحنا ماشيين طيب التمثال ده تمثال تتويج الملك رمسيس الثالث التمثال ده جميل قوي تتويج التمثال فيه ميزه مهمه جدا يا استاذه هويدا التمثال حرس وست اللي بيتوجوا الملك
ست بيتوج الملك، يبقى هنا بشتغل على قاعده بقى ان الست شر في موقف. انا ماشي بعربيتي حد خبطني لا قدر الله وخبط اي حد فيه، نزلت اتخانقت معاه، بقيت راجل خير ولا شرير؟ لكن بعد كده لقيت راجل عجوز عادي عدى الشارع سندته لما عديته الشارع بقيت راجل خير. ست كان راجل خير لكن كانش بيحب وزوليس. وبالمناسبه في مدينه نبط اللي هي الطوخ هنا اللي هي جنب ابنود اللي هي بلد عبد الرحمن الابنودي ما بين نقاده والبلاص، كل النصوص اللي طالعه بتقول ان الجزمه القديمه اللي عمل كل المصايب هو اوزوريس مش ست، وان ست هو اللي اتقتل وهو البريء. بس كهنه اوزوريس كانوا كتير وكهنه حرس كانوا كتير خلونا مشينا وراهم. فست هنا هو ابن اوزوريس ابن اسف اخو اوزوريس وابن جبونوت ورمز للتسوع، ده ستي المنتمي لست. دي الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه الاثنين بيتوجوا الملك. طب الطبيعي ان انا لما توج الملك يا استاذ شريف البسه انهي تاج؟ الدبل كراون. انا ليه ملبسه الابيض بس؟ لان الملك ده المحاضره خاصه بالمرشدين فرجاء استاذن خليك، ما انت خلاص انت بقيت صاحبنا انت كسفتنا بذوقك انت خدت نقول لك انت كسفتنا كله خدت الجنس سامعين الكلام لك يا جاره المهم هنا ليه لبس التاج الابيض بس يا هوي واحد بدا يلطم سينيور الله طيب عم ابراهيم قول لي بيه انا خلاص خلاص قول لي ليه لبس التاج الابيض عشان هو جاي من الشمال هو اصلا من 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 تنيس هو اصلا من الشمال هو فلاح من الدلتا بيقول للصعايده انا تبقرد بين لما باجي اشرح الدوله الوسطى من تحط ابن بحبه راع واقول الملك اللي واحد ولابس التاج الاحمر اقول ما هو من طيبه هو بيقول لنا احنا يا فلاحين انا صعيدي وبقيت بحكمكم لبست تاجكم فالملك يتحدث هنا انه لابس تاج مصر العليا والسفلى ازاي لكن الملك لو بيتوج من الحرس وست او من الهين النيل اللي هم من الالهين رمز النيل اللي هم حرب يبقى يلبس التاج. طب الملك لو بيتوقف تحت شجره الايشل يلبس انهي تاج؟ خدرش اللي هو تاج النصر. ليه؟ لان شجره الايشل مرتبطه بحاجتين، مرتبطه بسجن في المعبد، علشان كده تلاقيها في الكرنك ما تلاقيهاش في الاقصر. ايه اللي بيحصل؟ الشجره دي بتتوجد في بيت، البيت ده انا بتكلم عن النص المصري اللي مكتوب. البيت ده اسمه حوت سر بيت القاضي. بيقول ايه؟ بيقول يا استاذ شريف حرس وست خم لما وصلوا بيبهدلوا بعض، بس يعني انت وهو كل واحد يتلمس هنقعد نحاكمكم، فيجي الاله يقعد يحاكمهم، يجي شحوتي جايب جواب اهو، الجواب اهو من اوزوريس بيقول ان الوريث الشرعي بتاع حرس، يقوم يصدر الاله الحكم بان حورس هو الملك الشرعي للبلاد. مين حورس؟ هو الملك. يقوم شحوتي يدور في بيت القاضي على حته يكتب فيها الحكم، ما يلاقيش غير الشجره، فيكتب يمسك ورقه الشجره ورقه ويكتب عليه زي سيتي الاول ما بيشوفه في الكرنك تمام. ولاقي المولود حورس كان بيتخانق، فوانا بتخانق ببقى لابس تاج الخبرش، فيا دوبك خلص ما لحقش يغير هدومه اجيب تاج الخبرش لبس التوج بصفته حورس المنتصر. ده دايما في التتويج لو بتتكلم حضرتك على الكرونو او التتويج في مصر دايما الملك لو بيتوجوا الاله طبيعي، لكن لو بيتوج تحت الشجره او بيتوج بالتطهير يرتبط برموزه مرتبط طبيعي. تمثال رمسيس الثاني اللي هنا اللي وراه اثناء التطهير ايه التطهير هنا هيبقى دايما يبتدي حاجه زي النمس او رداء نباتي او اللي هو القطف المرتبط بوزير، لان وزير اللي بيخرج معاه نبري في الساعه الثانيه من الايميد وقت وانت نازل للعالم السفلي بينزل من ينزل مين؟ بينزل الملك لرحاب وزير. مين اللي بينزل معاه؟ سنبولة قمح اسمها نبري، فبينزل عشان يخصب الارض، فعطف مع منظر التطهير هو رمز ان هو هيصبح مطهر وخصب في عالم بوزيريس. طيب رمسيس الثاني اللي وراه تمثال الاسد اللي وراه تمثال الصقر الكبير ده حوران 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 تعالوا حوران نقف حوران هي لا حاجه مانجو مش مانجوس لشكل الحمار مش اللي الان تيجي تروح هناك كده بالظبط حاجه قريبه بس احنا دايما نقول الحمار حتى هو موجود الكتاب ولا ده تخيل لا يعني كان موجود في كان موجود. المصري بيقلد هنا التمثال ده بس انا عارف ان اغلبنا التمثال ده طبعا اللي وراه ده حروم مفيش الف
اغلبنا بيشرح التمثال ده ان هو اسم رمسيس، انا موافق عليه، لكن في حاجه ثانيه بحبها، في نص رمسيس الثاني جميل جدا بيقول لقد ملكني ابي او لقد ملكني الاله وانا طفل او كتكوت في البيضه. بعض الناس بيفسروا التمثال بالنص ملكني الاله، شايفين علامه سور اللي ماسكها دي رمز الملك، ملكني وانا طفل. يعني البعض بيقول ان هي رامسو اسم الملك، والبعض بيقول ان هي قراءه لترجمه النص. هنرجع كده معلش، في تمثال اللي في الوش بتاع الوليه اللي قدام اللي مش بشرحهوش ملك، معلش نشوف. انا عايز اللي يطلع، عايز اوريكم. لا ده ملك امون دي بنت رمسيس الثاني، الملك امون دي يا حبيبي دي رمسيس 25 خلاص من النظر انت ساعات تقول لك عايز تطلع وروح وعايز تطمن على حاجه. انا ما عنديش حاجه مفاضل، انا جاي النهارده معاكم الساعه 3 على فكره. حد هو ايه ده اللي بالكحه دي؟ هنا لو بصينا على التمثال، التمثال الباستر لما تدخله هابل. طب يا دكتور ما تيجي على الزاويه الثانيه عشان الاضاءه تبقى على وش حضرتك. بس هو ده بعد اذنك. هابل بيبقى على لما بتدخل على ايدك الشمال، مش في مقابر الاميرات صار قدامه طويل ورا يا جماعه، مقابر المقاصير بتاعه الاميرات نص 25 امون الزوجات اللي هي امون اللي هي حنه الدين القصيره ايش القصيره دول تمام؟ حلو 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 شمال الداخل لمعبد أبو اللي هي مقابر الأميرات المقاصير من على إيد الشمال. هنا لو شايفين الملامح بتاعت الفن يا بسشي، أولا هي ماسكة في إيديها اليمين إيه؟ لا عقد اليمين، عقد اليمين يبقى هي كاهنه الحطور، حطور دايما مليت عمود بقى اللي انت قاعد بتقول عليه، ماسكه في ايديها حاجتين، ماسكه عقد اليمين وماسكه السيستم. يوم عقد اليمين تلبسه يدي ارتفاع للسماء مع حطور، والسيستم بتلعب بيه مزيكا. طب وانا بلعب مزيكا ما ده بعنخي وهو داخل مصر في اللوحه اللي جنبنا على ايدينا اليمين دي، بعنخي كان بيلعب ماسك حصان وبيلعب بالسيستم. ليه؟ لان الموسيقى عند المسلم وفقا للنصوص هي حياه. ليه؟ المزيكا وحضرتك بتعزفي، لو انت نايمه وحد شغل التلفزيون في اغنيه، يا اما لو اغنيه عجبتك بتقومي تسلمي تقول له وطي، اذا صوت، ولما اسمع الصوت يبقى ده حياه، وهي رمز للعلاقه الزوجيه عند المصر القديم. علشان كده البعض يمثل العلاقه الزوجيه ما بين مروكه ومراته منصب سقاره بالمنظر اللي هي بتعزف له، قال لك انها جزء من ان الزوجه اللي بتناغم وبتداعب زوجها المداعبه الجنسيه. دي بعض التفاصيل اللي بتعبر عن العلاقه الزوجيه في النصوص المصريه. وحتى لما جت حاجه متولي ونعمة طالب ايما برونر تراوت، ايما برونر تراوت وعملت رسالة الدكتوراه رائعه عن ذا تانس ان الت ايجيبت، الرقص في مصر القديمه، قالت ان كان في الرقص الموسيقي اللي الزوجه بتداعب زوجها من خلال ما ترقص له او من خلال تعمل، بس الرقص اللي في مروروكا جنب مرات مروروكا ده ملوش دعوه بفيفي عبده، ده رقص اسمه رقص الموغو. الموغو ومش هقوله ايه هو عشان تيجوا كلكم المحاضره يوم 19. ايوه مين هو الموغو ومين هم المواويه؟ وكلمه موغو جايه من اتجاه الاسكندريه، هتيجي المحاضره ولا هيبقى صعب؟ طب هقولها عشان خاطرك انت، الموغو جايه من المواويه والموغو دول مجموعه. طب بينك وبينها يا دكتور عشان بقيت الزباين يا دكتور. معلش الزباين هتطفش. طب انت صح؟ انا بقول ليه كده ليه؟ خليكي محضر ليه؟ عايزين نلم زباين في النقابه يا جماعه. هنا بص حضرتك عند منطقه الودن شايفين القفلة، شايفين القفلة بتاعت منطقة الأذن من كأنها لابسة حلقة، ده كأنها لابسة حلقة. لا الفن النوبي يظهر عند الجزء ده وانتهى. الدلاقه في الجزء هنا، بص للقلب يمكن ده نوع من الحلقان اللي هي الكبسه دي يا دكتور، اللي هي الكليبسه. والبعض التاني بيقول مش حلقه، ده قد يكون وسمات الفن لانها اتكررت مع رجال، او الحلقه اللي هو راكب في الباروكه، او اللي هو الحلقه اللي بيركب في الباروكه. هي اللي بتقول الحلقه اللي في الباروكه يا دكتور، لانها كبيره زياده عن اللزوم. بعض الرجال ظهرت كده، هذه المشكله. بص حضرتك، بص حضرتك للقلب، بص للنفس، بص منطقه النهج هنا تقسيمتها عند الفنان جديده. الفن المصري دايما لما بيصورها بيصوروا اقرب لبعض،
ما بيتصورهمش بشكل كأن الشكل الجمالوني ده او الشكل المحدد، ما بتتصورش في الفن المصري مع الجسم مع رجال الطول دي. الملكه امون بيدي الفن هنا، تحس ان الفنان مش عارف يشتغل. هل هي شغاله فن نوبي جاي من كوش؟ هل هي شغاله فن مصري؟ هل هي شغاله الميكسنج اللي اتخلط ما بين الفن؟ نكمل يعني. هو كان تايه يعني، شفت انا نمجيتوها عندنا. الشيء بالشيء يذكر، انا عارف ان انتوا عملتوا محاضره رائعه مع الدكتور ايفان في صنع الحجر. صنع الحجر، صنع الحجر اصبحت طيبه الشمال، طيبه الشمال، وكان البطل اذا لم يستطيعوا الوصول الى طيبه في اي امر يلجأوا الى التاني. بقول ايه تاني؟ صنع الحجر كانت هي المكان البديل للطيبه اذا فشل الملوك البطلنا في الوصول للطيبة، يلجأوا إلى تانيث. علشان كده بلاقي التمثالين دول يعني مين الشمال اللي أنا برضو قلتهمش، إحنا من حركة رجلنا سريعة، تمثالين إيه؟ حاكم تانيث من الأسرة من عهد بطليموس الثاني، وهو مقدم من معبد أمون، يقدم أمون موت خنسو الثالوث المقدس. تمام؟ طيب باجي هنا أشوف مثلا من مرقس. من قسطل وبلانا، منطقه بقى توشكا وما بعدها، قسطل وبلانا ومنطقه لغايه السودان تحت كده، بلاقي المجموعه اللي ظهرت عندي من البرونز من اروع مجموعه من المشاعر من العصر البطلمي. هنا بص بقى يا استاذ شريف، الفنان اشتغل برونز، الفنان اشتغل ايه؟ برونز. ده أبولو، ده أبولو بملامح بتاعته، لكن الفنان البرونز ده، لكن الفنان هنا ما ادانيش ملامح الفن اللي انا بشتغل عليه الا في عناصر بسيطه. يعني الصره، بص الصره حتى في البرونز كانه بيجف، لكن عمل حاجه مش في الفن البسيط. بص ركبته الشمال، لا بص هو عامل ايه؟ الشمال طلع، الشمال طلع شويه. بص رجله، بص انا رجلي اليمين اهي، رجلي الشمال اهي. بص انا واقف كده ودي صعبه جدا، لكن هو بيرفع الشميدان. دي مجموعه من الشميدانات اللي جات لي من الحضاره المرويه. تمام؟ طيب عايز توريني ايه؟ لا خلاص احنا كده خارجين، احنا خارجين، ما ده كل ده مرمي، كل ده مرمي. يا جماعه بشكركم جدا واسف اذا كنت انا ما طولتش في الحياه. الساعه 12 والله يخليك، الله يبارك لك.